خليكم بقى معايا يا جماعه، خليكم معايا. خلاص اول حاجه خالص احنا بنعرف النورمال بالنسبه لوضع الابر ليد واللور ليد بالنسبه للكورنيا. النورمال هو لو دي الكورنيا بتاع المريض انا راسم كده الليمبس، ادي وضع اللور ليد، وادي الابر ليد. خليكم معايا. يعني يا جماعه الطبيعي ايه؟ ان الابر ليد لازم يبقى مغطي جزء من الكورنيا، الجزء ده لازم يبقى متضايق. الكورنيا الفيرتيكال دايمتر بتاعها حوالي 11 مللي، فبنقول تقريبا ان الجزء المداري ده هو الابر 1/6 اوف ذا كورنيا، يعني من 1 ل 3 مللي. فالطبيعي لازم في رينج بين الناس، يبقى الابر ليد النورمال بوزيشن بتاعه، ماشي يا جماعه معايا؟ النورمال بوزيشن ان هو يبقى مغطي الابر 1/6 اوف ذا كورنيا، يعني من 1 ل 3 مللي، بس لازم يبقى مغطي جزء. اقصى حاجه يبقى مغطيها تبقى 3 مللي، تمام؟ واقل حاجه تبقى مغطيها تبقى 1 مللي. طب اللور ليد المفروض ان هو يبقى لامس الليمبس مش مغطي حاجه، تمام؟ يعني العادي في وضع اللور ليد ان هو يبقى تاتشنج اللور ليمبس. وبعض الناس بيبقى اللور ليد عندهم نازل شويه، يعني بيبقى تحت الليمبس ويبقى باين حته من السكليرا كده، لكن الموست كومن ان اللور ليد بيبقى تاتشنج اللور ليمبس، تمام؟ والابر ليد مغطي من 1 ل 3. طيب لو غطى اقل من 1، يعني لو الابر ليد ده اتشد لفوق ما بقاش مغطي حتى الواحد مللي، يعني بقى المنظر عامل كده، الكورنيا كده والابر ليد جاي مش مغطي حاجه، او المنظر الثاني انه فوقها وبقى باين السكليرا، لو اترفع لفوق اسمي ده ليد ريتراكشن. يبقى اقل حاجه يغطيها الابر ليد هي 1 مللي، لازم يغطي جزء من الكورنيا. لو غطى اقل من 1 مللي، لو ما بقاش مغطي حاجه من الكورنيا او اترفع عن الكورنيا كمان وبقى مبين جزء من السكليرا، يبقى ده اسمه ليد ريتراكشن. ولو نزل الليد وبقى مغطي اكتر من 3 مللي، يبقى ده موضوعنا النهارده اللي هو التوزس. يبقى التوزس معناه ببساطه كده ان الابر ليد حصل له دروب، نزل وبقى مغطي اكتر من النورمال ديستانس اللي المفروض ان هو بيغطيها، اللي هي الابر 1/6 اوف ذا كورنيا، اللي هي من 1 ل 3 مللي. اوكي كده؟ نبدا بقى نشوف الكلام اللي على التوزس. التوزس ده يحصل ليه؟ في اسباب كتيرة قوي ممكن ان هي تعمل التوزس، بتتجمع الاسباب دي تحت عنوانين كبار، كونجينيتال واكواير. يعني لما نيجي نتكلم عن الكوزس اوف توزس نلاقي عندنا توزس كونجينيتال وعندنا توزس اكواير. التوزس الكونجينيتال هو من اسمه كده سنسيبلز، هو الطفل مولود كده، وده غالبا بيبقى باي لاترال، ولانه موجود من الطفل سنس بيرث، ده نتيجه كونجينيتال انومالي في المسلز اللي بترفع الابر ليد، اللي هو اساسا العضله اللي هي الليفيتور والنيرف سبلاي. واخد منين؟ من الاوكيلوموتور نيرف، تمام كده؟ فبيبقى فيه مال ديفلوبمنت في السيرد نيرف او في الليفيتور مصر، ده اللي يخلي يبقى عندنا كونجينيتال توزس. يبقى دي مشكله حصلت في الديفلوبمنت بتاع السيرد نيرف او الديفلوبمنت بتاع الليفيتور مصر اللي بترفع الابر ليد، والمشكله دي غالبا لانها مشكله في الديفلوبمنت بتبقى باي لاترال وبتبقى منقوده مع المريض سنس بيرس. يا جماعه كده ادي الكونجينيتال توزس. الاكوايرد توزس لا، ده مش سنس بيرس بقى، لا ده بيحصل ات اني ايج، يعني واحد كان مولود طبيعي ما عندوش مال ديفلوبمنت، ما عندوش اي مشكله، ممكن يحصل عنده حاجه يبقى نتيجه الحاجه دي انه يظهر عنده توزس في اي سن. والحاجه اللي تحصل دي اكيد الغالب انها مش هتحصل بايلاترال،
يبقى الاكوايرد دوزز غالبا بيبقى يونيلاترال. ماشي يا جماعه كده؟ طيب الاكوايرد دوزز ده بقى ايه الاسباب المحتمل انها تعمله؟ اول حاجه خالص بلاليتيك. احنا عارفين يا جماعه من الاناتومي ان في عضلتين هما اللي بيرفعوا الابر ليب، العضله الكبيره اللي بتعمل الانيشال اليفيشن اللي هي الليفيتور اللي واخده نيرف سبلاي من الاوكيولوموتور نيرف، دي لو حصل لها باراليسيس او الاوكيولوموتور نيرف حصل له باراليسيس هيحصل ايه؟ توزز. العضله الثانيه اللي بتعمل المينتيند اليفيشن في الابر ليب العضله السمباثيتك اللي هي المولر، اللي لما كنا بنقول لما بيحصل باراليسيس للسمباثيتك سبلاي في سندروم اسمها هورنر سندروم، الهورنر سندروم اول كلمه فيها توزز. تمام كده؟ يبقى سواء باراليسيس في العضله السوماتيك او في العضله السمباثيتك يبقى دول الاثنين سبب باراليتيك يعمل ايه؟ يعمل توزز. تمام كده؟ الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل توزز ميكانيكال، زي ما كنا بنقول مع بعض ان في ميكانيكال اكتروبيون، ان لو في ماس في الليد هي اللي متقله وزن اللور ليد تخلي اللور ليد ينقلب لبره، انما لو في ماس تتقل وزن الابر ليد الابر ليد مش هينقلب هيسقط بالجرافيتي. تمام يا جماعه كده؟ يبقى دي الحاجه الثانيه اللي هي الميكانيكال توزز نتيجه اي ماس. ثالث حاجه الهيستيريكال توزز، وده زي كل حاجة بتسمع فيها كلمة هيستيريكال دي غالبا بيتقال عليها انها بتحصل في اليانج فيميل مع الايموشنال ديستربنس. ماشي يا جماعة كده؟ رابع حاجة التروماتيك توزز. التروما ممكن تعمل حاجات كتير قوي، ممكن تقطع العضله، ممكن المصل اصلا تعمل لها لاسيريشن. تمام؟ يبقى التروماتيك توزز ده حاجه فيري كومون، ان واحد خد تروما تلاقي الجفن حصل له دروب عنده. تمام؟ ممكن تبوظ النيرف وتبقى سبب من اسباب الباراليتيك توزز، وممكن لو ما جاتش جنب النيرف وقطعت المصل تبقى كاتيجوري كده لوحدها اللي هي اسمها التروماتيك توزز. خامس حاجه اللي احنا بنسميها الابونيوروتيك توزز. الابونيوروتيك ده هو هيبقى له كلمتين كده لوحده بعد شويه، بس احنا نحط في المغنى ان الابونيوروتيك ده هو اللي يوازي كلمه الانفوليوشنال اللي كنا بنقولها في الانتروبيون والاكتروبيون. يعني زي ما كنا بنقول الانفوليوشنال انتروبيون او الانفوليوشنال اكتروبيون ده بتاع الايه؟ بتاع الاولد ايج، بتاع الديجنراتيف تشينجز. تمام كده؟ الابونيوروتيك دوزز ده برضه ده بتاع الاولد ايج والديجنراتيف تشينجز اللي بتحصل في الاولد ايج. معايا يا جماعه كده؟ يبقى ده الاسباب اللي ممكن تعمل لنا ايه؟ توزز. طيب احنا عارفين ان عندنا حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزز. يعني انت لما بتشوف مرض او تشوف حاجه معينه موجوده على المريض في حاجات تانية بتتشابه معاها. ماشي يا جماعة؟ والحاجات اللي بتتشابه معاها دي مجموعة تانية من الديزيزز. المجموعة التانية دي أنت لازم تفرق بينها وبين الديزيز اللي أنت بتتعامل معاه، علشان كل واحد هيبقى ليه علاج مختلف. صح كده؟ الحاجات بقى اللي بتعمل معانا ديفرنشال دايجنوزز أوف توزز دي اللي إحنا بنسميها سودو توزز. فاتفقنا يا جماعه مع بعض ان انا عشان اقول ان المريض ده عنده توزس حقيقي، عنده ترو توزس، لازم يبقى الابر ليب مغطي اكتر من 3 مللي من الكورنيا. تمام كده؟ في مجموعه ثانيه من الديزيزز ما هياش توزس حقيقي فسميناها سودو توزس، بس انت لما بتشوفها اول ما بتشوف المريض بيتهيأ لك ان الابر ليب مغطي اكتر من 3 مللي من الكورنيا، بس لما بتفحص المريض كويس وتعمل القياسات بقى بتاعتك زي ما هنشوف بيطلع الابر ليب مغطي الايه؟ المكان الطبيعي بتاعه. مفيش مشكله، بتطلع المشكله في حاجه ثانيه مش توزز. تمام؟ الديفرنشال دايجنوزز ده اللي هي مجموعه الحاجات اللي هي اسمها سودو توزز، حاجه اسمها لاك، ده بيجي سؤال يا جماعه على بعضه كده ده مهم. السودو توزز ده بيجي سؤال ريتن كده. لاك اوف سبورت اوف ليدز
باي ذا جلو. ازاي؟ احنا لما جينا نقول امبارح قلنا يا جماعه العين الكوره وضع الابر ليد واللور ليد الطبيعي ان هما جايين كده بميل كده، صح يا جماعه؟ العين عامله بلش وده النورمال بوزيشن العادي بتاع الابر ليد واللور ليد، اتفقنا على كده؟ انت لما تيجي حضرتك تبص من قدام من هنا للمريض لعين الشخص اللي قدامك هتلاقي الابر ليد اهو، شايفين يا جماعه؟ واصل لحد الليفل ده، لحد النقطه دي، صح كده؟ افرض لاي سبب من الاسباب العين دي صغيره او راجعه لورا، يعني العين دي مش واقفه في البوزيشن بتاعها، لا العين دي رجعت لورا، يبقى الابر ليد هيفضل مسقوق كده؟ لا، هي حاجه ميكانيكال، مش الابر ليد ده طوله هيبقى برضه بادئ من النقطه دي، لما ترسم الطول ده بس اتفرد كده لازم ميكانيكال ينزل لليفل اقل، صح يا جماعه؟ دي حاجه ميكانيكال، يعني العين لما ترجع لورا تبص تلاقي الليد، ما هو الليد كده كده ايه اللي زقه على قدام؟ اللي زقه على قدام الجلوب، تمام كده؟ الجلوب دي لما ترجع لورا تلاقي الليد رجع لورا معاه، ولما الليد يرجع لورا انت تيجي تبص من قدام تلاقيه وصل للليفل ده، يعني تحت الليفل الايه؟ يتهيأ لك انه تحت الليفل الطبيعي، لكن انت لما تفحص المريض ده كويس هتلاقي لا، المشكله مش في ان الليد هو اللي سائط، لا، هتلاقي العضله سليمه وبتعمل الفانكشن بتاعها كويس ومفيش اي مشكله ورفع الابر ليد كويس، امال الليد نازل شويه كده ليه؟ لان العين هي اللي راجعه لورا، لان العين مش عامله سبورت للجلوب اللي هو العنوان ده lack of support of the lids by the globe. زي الحالات اللي العين فيها بتصغر، العين تصغر اللي اسمها اتروفيا بالباي، دي العين صغرت، او ان العين رجعت لورا اللي بنسميها انوف سالموس بعكس اكسوف سالموس، ماشي كده؟ يبقى ده يا جماعه طبعا زي ما انتم شايفين كده ده مش توزس، انت هتشوفه هتفتكره توزس، لكن مثلا هل انت متخيل ان انا ممكن لما الاقي الليد نازل شويه كده بسبب ان العين رجعت لورا ينفع ادخل المريض ده اعمل له عمليه للتوزس مثلا؟ لا خالص، يبقى لازم افرق فعلا. فاهمين يا جماعه فكره الديفرنشال دايجنوزس ده؟ ادي اول حاجه ان الليدز مش معمول لها سبورت كويس بالجلوب، تمام؟ الحاجه الثانيه ابسي لاترال هايبوتروبيا. ابسي لاترال يعني ايه؟ يعني على نفس الناحيه، صح كده؟ هايبوتروبيا يعني ايه؟ هايبوتروبيا يا جماعه دي ده 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 الترمينولوجي بتاع السكوينت ده لما نبقى ناخده بالتفصيل، معناه ان في سكوينت والعين نازله تحت. يعني كل مش يا جماعه مش كل السكوينت ان العين طالعه بره او داخله جوه، لا، في سكوينت ان العين تبقى ديفييتد بس العين تبقى طالعه فوق او نازله تحت. تمام كده؟ لما يبقى المريض ده عنده سكوينت مثلا في عين واحده من عينيه والعين دي نازله تحت يبقى فيها هايبوتروبيا، طب ايه المشكله؟ المشكلة إن حركة الجلوب هي الأساس وحركة الليد تابعة ليه. مين اللي هيتحرك الأول ومين اللي هيمشي وراه؟ هو مين الأهم، الليد ولا الجلوب؟ الجلوب طبعًا، الجلوب هي الحاجة الأساسية اللي بتأدي وظيفة الفيجن وكل الحاجات اللي حواليها مكملة على شغلها. تمام كده؟ فعندنا يا جماعة العين بتاعتنا، بص كده على العين عندنا، لما أنت تيجي تبص فوق تلاقي الأبر ليد اترفع واللور ليد اترفع شوية. تيجي تبص تحت تلاقي الابر ليد نزل واللور ليد ريتراكتور شدد، يعني احنا نحط في دماغنا ان حركه الليد سواء الابر او اللور تابعه لحركه الجلوب. حصل عند المريض ده مشكله في اتجاه النظر في الجلوب في عين، العين دي حصل لها هايبوتروبيا بقى فيها حول لتحت، اوتوماتيك الابر ليد واللور ليد الاثنين يروحوا نازلين لتحت. فانت تشوف المريض زي ما هوريكم في الصوره بعد شويه، تلاقي المريض ادي عينه السليمه اللي بص على قدام علينا كده، وادي العين التانية اللي بقت بصة تحت، هي ميلت وبصت تحت، تمام كده؟ ولأنها بصت لتحت وفيها حول الأبر ليد نزل معاها، فأنت هتيجي تبص هتاخد انطباع غلط إن الجفن هنا نازل شوية، بس لما تيجي تفحص المريض ده كويس هتلاقي إن المشكلة مش إن الجفن نازل، لا خالص، المشكلة إن المريض ده عينه هنا اللي بصة لتحت، ده عينه دي لو اترفعت واتصلح الحول وبقت بصة على قدام مش هيبقى عنده توزس والليد هيترفع عادي.
دي اللي بنسميها ابسيلاترال هايبوتروبيا. الحاجة الثالثة كونترالاترال ليد ريتراكشن. كونترالاترال يعني ايه؟ يعني على نفس الناحية. على الناحية الثانية عكس ابسيلاترال. كونترالاترال ليد ريتراكشن دي يا جماعة ايه؟ هنتخيلها أكتر لما نشوفها بقى على الصورة. بصوا كده، لو أنا عندي عين مفتوحة قوي أكتر من اللازم، تمام؟ المريض مثلا عنده سيروتوكسيكوزيس، وعلى فكرة لما بيبقى فيه سيروتوكسيكوزيس مش لازم الليد ريتراكشن يحصل على الناحيتين، لا كتير قوي بتلاقي المريض عنده سيروتوكسيكوزيس والمثلا الإكزوفسالموس والليد ريتراكشن باينين في عين واحدة. فأنت أول ما هتيجي تبص للمريض ده أنت هتاخد انطباع غلط، كأن العين دي الليد فيها ساقط لتحت، تمام؟ بس لما تفحص المريض ده كويس ونقيس القياسات بتاعتنا اللي احنا هنقولها، اللي هنشوف يعني الليد مغطي قد ايه بالظبط من الكورنيا، ونقيس القياسات زي ما هنشوفها، هيطلع لا ده دي العين السليمه والعين دي هي اللي مشدوده اكتر من اللازم. فانت هيتهيأ لك ان دي فيها توزس، لا بس التوزس ده مش حقيقي، ده سودو توزس نتيجه كونترالاترال ليد ريتراكشن. تمام كده؟ يبقى ده ثالث سبب يديني انطباع غلط قبل ما افحص وقبل ما اشوف حاجه، انطباع غلط اول ما اشوف المريض كده كان المريض عنده توزس. الحاجه الرابعه درماتوكاليسيس. كلمه كاليسيس دي يا جماعه يعني لاكسيتي. تمام كده؟ درماتوكاليسيس يعني لاكسيتي في السكن. احنا لما نيجي نبص كده، ادي الجلوب يا جماعه اهي، وادي الابر ليدر اللي احنا بنتكلم عليه. طبيعي خالص ان السكن بتاع الابر ليد مشدود خالص زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ لما الانسان يكبر في السن ويبدا يحصل الديجنريتيف تشينجز اللي احنا قلنا عليها، ويبدا ان السكن يبقى لاكس، تبص تلاقي الجلد اتكرمش زي ما كنا بنقول مع بعض كده، بقى عامل كده، صح؟ كل ما يكبر كل ما السكن يبقى لاكس اكتر. يعني احنا كنا بنشبهها مع بعض، بنقول لو المسافه دي مثلا 2 سم المفروض السكن عليها يبقى 2 سم زيها عشان يبقى مشدود. انما لما تبقى المسافه دي في الاناتوم 2 سم والسكن بقى 3 سم يبقى هيبقى مجعد كده، هتظهر الكرمشه دي. طب لما يبقى 4 سم السكن او 5 سم الكرمشه دي تزيد لدرجه انها تعمل ايه؟ لدرجة انها تعمل بولد من السكن مدلدل كده. شايفين المنظر ده؟ انت بقى حضرتك لما بتيجي تبص للشخص قدامك ما بتبصلوش سكشن من الجنب كده، انت بتبص له من قدام. لما انت تبص له من قدام هتشوف السكن بتاع الابر ليد واصل لغايه هنا، صح؟ فهيتهيأ لك كأن الليد نازل وكأن المريض عنده توزس، في حين ان انت لما تمسك بس طبقه السكن وترفعها هتلاقي وضع الليد الحقيقي لغايه هنا، وان ده الدرماتوكاليسيس، وان الامبريشن اللي انت خدته ده كان امبريشن غلط، لا ده سودو دوزس نتيجه الدرماتوكاليسيس. تمام؟ يبقى ده السبب الرابع من اسباب السودو دوزس. رقم 5 براو توزس. الاي براو الايبراو ماسك في البوزيشن بتاعه هنا، تمام؟ في عضله ماسكه فيه من فوق، من العضله دي اللي هي الايه؟ الفرانتاليس، هي اللي ماسكه في الايبراو ومخلياه في البوزيشن بتاعه ده. الفرانتاليس دي واخده نيرف سبلاي منين؟ من الفيشيال نيرف. لما بيحصل فيشيال نيرف باراليسيس وما يتعالجش ويبقى لونج ستاندنج، والعضله الفرانتاليس دي تبقى فلاسد خالص، بتلاقي الايبراو ده ينزل لتحت، مش هيفضل مرفوع بالعضل، هينزل لتحت. بصوا كده المنظر ده، الاي براو ده، بصوا كده لو انا جيت عملته كده عمل ايه؟ راح منزل الليد معاه، هو اوتوماتيك كحاجه ميكانيكالي كده لما سقط الاي براو بالتشوز دي راح ايه؟ راح منزل الليد. هل ده اسميه توزس؟ لا، المشكله هنا في الليفيتور ماسل مثلا، يعني انا هنا في الكاتيجوري بتاع التوزس
لا خالص، احنا هنا المشكلة تانية خالص، المشكلة في الفرانتاليز، والمشكلة في الايبراو، والمشكلة في الفيشيال براز. يعني الراجل اللي عنده البراو توزز ده، لو انت جبت ايدك رفعت البراو وحطيته في المكان بتاعه كده، هتلاقي وضع الليد عنده سليم، يبقى ده مش توزز، لا ده سودو توزز. يبقى دول يا جماعة الخمس اسباب اللي بنتسأل فيهم سؤال على بعضه كده، ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف توزز، او ايه السودو توزز؟ هم دول: الليد نوت سبورتد بالجلوب، ابسي لاترال هايبوتروبيا، كونترا لاترال ليد ريتراكشن، درماتوكاليسيس، براو توزز. تمام؟ يبقى الحاجات دي كلها ايه؟ ما هياش توزز حقيقي. نبدا ندخل بقى على التوزز الحقيقي اللي هو المريض عنده توزز فعلا، ونشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعه. زي ما احنا متعودين يا جماعه الكلينيكال بيكتشر في اي حاجه نرتبها كده مع بعض، بتتقسم سيمتوم وساينز. المريض بتاع التوزز ده هيشتكي من ايه؟ اول حاجه الكوزمتيك افير، باد كوزمتيك افير. الجفن لما يبقى ساقط كده هيبقى هو حاسس ان لا في مشكله في الشكل وعامل له منظر مش عاجبه. تمام كده؟ الجفن لما يسقط قوي، بصوا كده، ادي الايه؟ الكورنيا دي، وادي البيوبل اللي احنا بنشوف منها. لما الليد يسقط كده يبقى لغايه هنا مثلا، يبقى المشكله في الكوزمتيك ابييرنس بس في مشكله في النظر؟ لا، المريض شايف. انما لما يحصل سيفير توزس والليد يقفل كده، يبقى المريض هيبدا يشتكي في الوقت ده من انه مش شايف. يبقى هيشتكي من diminution of vision. ده امتى؟ ده لما الليد هيكفر البيوبل. يبقى التوزس مشكلته بسيطه في الاول، لو هو مايلد توزس يا دوبك الكوزمتيك ابييرنس، انما لو سقط الليد قوي لدرجه انه غطى البيوبل، لا هتبقى المشكله بقى خطيره، وهيبقى في مشكله في الفيجن. تمام كده؟ طيب نيجي بقى نشوف الساينز بتاعت التوز. انا هفحص بقى المريض كويس وهشوف ايه العلامات بقى اللي هنأكد بيها ان المريض ده عنده ايه؟ عنده توز. اول حاجه خالص يا جماعه، عندنا حاجه اسمها الميجرمنتس اوف توزز، ودي حاجه مهمه قوي. دي تيست من تيستات العملي اللي عندنا، هتلاقي عنوان التست كده، ورقة العملي evaluation of the degree of doses. تمام كده؟ ازاي المريض اللي قدامي ده اعرف هو عنده توزس ولا لا؟ بالقياسات بقى مش بمجرد النظر. تمام كده؟ واذا كان عنده توزس الجريد بتاعته قد ايه؟ اول حاجة خالص انا عندي يا جماعة ادي الايه؟ وضع الايه؟ الابر ليد الطبيعي، وادي البيوبل. تمام؟ لو انا جيت قلت الخط ده كده اسمه ايه؟ اللي انا علمته الازرق ده، ده المارجن بتاع الابر ليد، يبقى ده المارجن اوف ابر ليد. تمام يا جماعه؟ انت لما تجيب الكشاف الطرش اللي بنمسكه في ايدينا ده وتحطه قدام عين المريض كده وتقول له بص عليه، مش هيبقى مش احنا بنشوف انعكاس اللمبه بتاع الكشاف بنشوفها زي نقطة نور موجودة على الكورنيا؟ إن أي حاجة بنبص لها انعكاس الصورة هتشوفه على الكورنيا. تمام كده؟ لما يبقى المريض باصص للكشاف دايركت، يبقى نقطة النور دي هتلاقيها في وسط البيوبل بالظبط. يبقى دي هي انعكاس النور بتاع الكشاف، ده الريفليكس اللي ظهر عنده. المسافة دي مش تعبر عن التوزس اللي انا راسمها دي؟ يعني لما يحصل توزس المسافه دي تفضل زي ما هي ولا هتقل؟ هتقل طبعا. المسافه اللي بين المارجن وبين الريفلكس، صح كده؟
فبنسمي دي اول حاجه في القياسات اللي هي اسمها مارجن ريفلكس ديستانس. يبقى المارجن ريفلكس ديستانس ده هو اللي ايه، هو من اسمه كده، هو الديستانس بتوين ابر ليد مارجن اند كورنيال ريفلكس اوف ابين تورش. البين تورش اللي بنمسكه في ايدينا اند كورنيال ريفلكس اوف ابين تورش، بس لازم المريض يبقى باصص له، لان افرض بصوا افرض انا باصص قدامي كده والكشاف انا جايبه من الناحيه دي كده، الانعكاس هيبقى في البيوبل، لا هيبقى على ناحيه كده. يبقى هو الديستانس بين الابر ليد مارجن اند كورنيال ريفلكس اوف ابين تورش تو ويتش ذا بيشنت از دايركتلي لوكينج. تمام كده، يبقى هو ده المارجن ريفلكس ديستانس، ده اول قياس. المسافه دي النورمال بتاعها انها من 4 لـ 4.5 متر، اقل حاجه لها تبقى 4. يبقى اكيد المسافه دي لو قلت عن 4 يبقى في تورسس. بالقياسات بقى بالمسطره زي ما هنشوف في الفيديو، زي ما ايه ما بنعملها في امتحان العملي. تمام كده، يبقى هو من اسمه مارجن ريفلكس، ده الديستانس بين الابر ليد مارجن وبين الكورنيال ريفلكس اوف ابين تورش تو ويتش ذا بيشنت از دايركتلي لوكينج. تمام كده، ادي اول قياس. القياس الثاني، ادي العين المفتوحه كده وادي الكورنيا وادي البيوبل. بصوا كده، الحته دي اللي انا ماشي عليها بالقلم دي الابر ليد مارجن، تمام، وتحت هنا ده اللور ليد مارجن، بينهم البلبيبرا الفيشر، الفتحه بتاعه العين، صح كده يا جماعه؟ البلبيبرا الفيشر، المساحه بقى المفتوحه دي كلها. البلبيبرا الفيشر ده له ارتفاع وله العرض. العرض ماليش دعوه بيه، اللي ليا دعوه بيه في موضوع التوزس هو الارتفاع. المسافه دي اللي بين الابر ليد مارجن واللور ليد مارجن مش تعبر عن التوزس؟ مش المسافه دي هتقل لو المريض بقى عنده توزس والابر ليد سقط لتحت؟ تمام، يبقى المسافه بين الابر ليد مارجن واللور ليد مارجن اللي هي لو جيت انا ترجمها كده دي الارتفاع الراسي بتاع البلبيبرا الفيشر، هي الفيرتيكال هايت اوف بلبيبرال فيشر. فهم بيلخصوا الكلمه دي وبيسموها القياس الثاني فيرتيكال فيشر هايت. يبقى القياس الثاني يا جماعه اللي هو الفيرتيكال فيشر هايت اللي هو يمثل بالبلدي كده الارتفاع الراسي بتاع البلبيبرال فيشر، هو الفيرتيكال هايت اوف بلبيبرال فيشر. تمام، بس خلي بالك الخط اللي انا رسمه ده ده الارتفاع الراسي بتاع البلبيبرال فيشر. طب ولو عملته هنا، ما هو ارتفاع راسي للبلبيبرال فيشر برضه. طب هناخد انهي واحد؟ هناخد اللي بيمر بالسنتر اوف ذا بيوبل، يبقى هو الفيرتيكال هايت اوف بلبيبرال فيشر ان بيوبيلاري بلين. تمام كده، لان البلبيبرا الفيشر شكله بيضاوي شكله اليبتيكال، فانت كل ما هتروح يمه الميديال كانساس او اللاترال كانساس هتلاقي الارتفاع الراسي بتاع البلبيبرا الفيشر ده عمال يقل. تمام، فعشان ناخد حاجه فيكسد هي اللي هنقيس عليها بقى وتبقى حاجه ستاندرد للناس كلها، احنا هنقيس الفيرتيكال هايت اوف بلبيبرا الفيشر ان بيوبيلاري بلين. الفيرتيكال هايت ده او الفيرتيكال فيشر هايت ده بيبقى من 7، ده الرينج بتاعه من 7 لـ 10 مللي في الميل ومن 8 لـ 12 مللي في الفيميل. ليه البلبيبرال فيشر في الفيميل بيبقى اوسع شويه؟ السمباثيتك تون، السمباثيتك تون في الفيميل بيبقى اعلى، فكل الحاجات اللي بتشتغل سمباثيتك تبقى اعلى، واحنا عارفين ان عندنا المولر ماسل بتاع الابر ليب سمباثيتك والانفيريور مولر ماسل اللي هي واحده من اللور ليد ريتراكتور ما هي سمباثيتك برضه، فدي شده من فوق ودي شده من تحت فالبلبيبرال فيشر اوسع. تمام يا جماعه كده، يبقى ده القياس الثاني اللي هو الفيرتيكال فيشر هايت. اوكي كده، القياس الثالث
اللي هو الليفيتور فانكشن تيست. بص يا جماعه انا عاوز اقيس الفانكشن بتاع الليفيتور، دي العضله الاساسيه اللي بترفع الابر ليج، العضله الكبيره القويه، تمام؟ انا عايز اقيس الفانكشن بتاعي. اول حاجه في خطوات بقى، لان التيست ده مهم قوي، قبل ما نشوفه فيديو كده نفهم الخطوات بتاعه التيست اللي احنا بنتحاسب عليها في الامتحان. انت عندك عضله، لما ابدا اقول انا عايز اقيسها لازم اول حاجه العضله دي تبقى في حاله كومبليت ريلاكسيشن. ما ينفعش ان انت تيجي تقيم وظيفة العضلة وهي في كونتراكشن نص نص كده، لا. العقل بيقول ان انت تخلي العضلة كومبليتلي ريلاكسد، مش عاملة اي كونتراكشن خالص، وبعد كده اخلي العضلة تعمل الماكسيمم كونتراكشن بتاعها واقيس بقى قوة الكونتراكشن بتاعها، تمام؟ زي ما بنقول انت مثلا عايز تقيم موتور عربية مثلا، تخلي العربية واقفة خالص والموتور مش شغال، وبعد كده تبدا تجري بالعربيه على اقصى قدره وتشوف العربيه الموتور ده هيقدر يشتغل قد ايه. لا، ما ينفعش من وسط ما انت ماشي في الطريق تقول انا هبدا اقيم من اول دلوقتي، لا، لازم توقف العربيه خالص عشان تيجي على البيز على الزيرو لاين وتبدا تقيم من عنده، تمام؟ فالبيز بتاعنا الزيرو لاين بتاع الليفيتور الوضع اللي هي ما تبقاش شغاله فيه خالص وانت باصص لتحت. انت اول ما بتبص لتحت كده الليفيتور دي شغاله في اي حاجه؟ دي في حاله كومبليت ريلاكسيشن. يبقى اول خطوه في الليفيتور فانكشن تيست ان المريض يبص تحت. دي يا جماعه الحته اللي باكد لكم عليها، دي اللي دايما الطالب بينساها في الامتحان. دايما احنا بندخل امتحان العمل 2-2 ودايما يقول لك اعمل التيست على زميلك، فتلاقي زميلك باصص لك كده تروح انت بادئ التيست وهو باصص لك. لا، انت اول خطوه تقولها تقول له بص تحت. يبقى انت عملت كومبليت ريلاكسيشن للليفيتور. ادي الشخص اللي قدامك اهو راح باصص تحت كده، وادي الاي براو، تمام؟ راح باصص لتحت. هنيجي احنا نعمل ايه بقى؟ هاجي اطلب من العضله الليفيتور دي انها تشتغل اقصى ما يمكن. بعد ما الشخص بص تحت اقول له بص فوق، بس في نقطه، في عضله ثانيه ممكن تساعد الليفيتور في شغلها، فعلشان اقيس الفانكشن بتاع الليفيتور بس والتيست اسمه ليفيتور فانكشن تيست لازم الغي تاثير العضله الثانيه، العضله الثانيه اللي هي الايه؟ الفرانتاليس. انت لو عملت كده وعملت كونتراكشن للفرانتاليس، الكونتراكشن ده بيشد الايبر او يشد التيشوز وراه، فبترفع الليد شويه. انا عايز الاكشن بتاع الفرانتاليس يتلغي. يتلغي ازاي؟ اضغط على الايبر او ازنقه على البون كده. انت لما تضغط كده حتى لو الفرانتاليس عملت كونتراكشن انت مثبت النقطه دي، فالكونتراكشن بتاع الفرانتاليس مش هيبقى ترانسميتد للليد. يبقى تاني خطوه انك بتعمل بريشر على الاي براو اجينست البون، تمام؟ يبقى احنا حطينا صباعنا هنا على الاي براو، ثبتنا الاي براو، تمام؟ عشان اقيس بالظبط والمريض لسه باصص تحت وانا حاطط صباعي كده، اجيب بايدي التانيه مسطره واحطها جنب عينه كده، واخلي الصفر بتاع التدريج البدايه قصاد الابر ليد مارجن بالظبط. المسطره بدأ 0 1 2 3، الكلام ده احنا هنخلي الصفر قصاد الابر ليد مارجن. يبقى دلوقتي العضله الليفيتور في حاله كومبليت ريلاكسيشن والمريض باصص تحت، وانا لغيت الاكشن بتاع الفرانتاليس عن طريق ان انا عملت بريشر بالصمب اجينست زبون، تمام كده؟ يبقى دلوقتي لما اطلب من المريض انه يرفع الليد، هل في عضله ثانيه هتدخل في الموضوع وتساعد في رفع الليد؟ لا، ما انا لغيت الاكشن بتاع الفرانتاليس، صح يا جماعه كده؟ يبقى الخطوه الثالثه اطلب من المريض انه يشغل الفرانتاليس. Ask the patient to look up، هتلاقي مكتوب كده as far as possible، يعني هقول للمريض ارفع عينيك بص فوق لأقصى قدرة عندك. Ask the patient to look up as far as possible. بص فوق لأقصى ما تقدر. هيروح المريض عامل إيه؟ إيدك اللي ماسكة المسطرة دي ثابتة. المريض بقى هيروح عامل إيه؟ هيروح باصص فوق. فوضع الأبر ليد واللور ليد كده يروح بتغير. يروح الإيه؟ الوضع يبقى مثلاً كده. ويروح المريض باصص فوق. المسطرة دي ثابتة. بدل ما كان الأبر ليد مارجن قصاد الصفر، هتلاقي الابر ليد مارجن بقى قصاد رقم تاني على المسطره.
هتقرا الرقم الثاني ده، هو ده نتيجة التست. يبقى نتيجة الليفيتور فانكشن تيست ده يا جماعة رقم هيطلع لك هتقراه، يعني الأبر ليد اترفع قد إيه؟ 4 مللي، 5 مللي، 10 مللي، 12، 14، 20 مللي، الأبر ليد اترفع قد إيه؟ فاهمين التيست ده؟ يبقى أهم حاجة اللي بنتحاسب عليها الخطوات، أول خطوة المريض يبص تحت. تاني خطوة ألغي تأثير الفرانتانز بإني أعمل بريشر على الأي براو أجينست ذا بون. تالت خطوة أسك ذا بيشن تو لوك أب أز فار أز بوسيبل. رابع خطوة أقرب عيني الأبر ليد كان عند قصاد رقم صفر والمريض باصص تحت. بعد كده الأبر ليد هيبقى قصاد كام ملي وهو ده الرقم اللي هيطلع من التيست. الأرقام بقى بتاعت الليفيتور فانكشن تيست اللي لازم دي نبقى عارفينها كويس. النورمال إنها 15 ملي أو أكتر. يعني أقل حاجة في النورمال تطلع 15. لما تقل عن ال 15 شوية لما تبقى من 12 ل 14 ملي دي بنسميها جود ليفيتور فانكشن. لما تبقى من 5 ل 11 ملي دي بنسميها فير ليفيتور فانكشن. فير يعني ايه؟ زي ما انت تقول بالبلدي كده مش بطاله، يعني هي مش حلوه قوي، ما هياش جود بس مش وحشه قوي، يعني حاجه ايه متوسطه كده. يبقى ده الفير من 5 ل 11. الاقل من الفير اللي هي البور ليفيتور فانكشن 4 ملي او اقل. يبقى دي ارقام الليفيتور فانكشن. والتيست ده مهتمين بيه وعاملينه تيست في العملي وبنتسال فيه كتير. ليه؟ لان التيست ده هو اللي بعد شويه لما نتكلم في التريتمنت هو اللي انا هحدد بيه نوع العمليه اللي تنفع للمريض. هقول لك في عمليه لما يبقى الليفيتور فانكشن بور، وفي عمليه لما يبقى الليفيتور فانكشن فير، وفي عمليه لما يبقى الليفيتور فانكشن جود. يبقى ده تيست مهم جدا ونقرا الرقم باهتمام، لان الرقم اللي بيطلع ده بيحدد نوع العمليه اللي تنفع للمريض. يبقى ده يا جماعه اللي احنا بنسميه الايه؟ الليفيتور فانكشن تيست. يبقى ده ثالث حاجه في القياسات اللي هنقيسها بالمسطره، فاللي هي اول حاجه في الساينز بتاعت التوز. احنا يا جماعه عشان ما نتوهش احنا قسمنا كليكال بيكتشر سيمتوم وساين. اول حاجه في الساين مجموعه قياسات ميجرمنت، احنا ثالث قياس اهو اللي هو الليفيتور فانكشن تيست. تمام كده؟ رابع حاجه في القياسات السكن كريز. احنا عارفين يا جماعه السكن كريز ده في الاناتومي ان هو فولد موجود في السكن لان ماسك فيه واحد من الثلاثه انسيرشن بتوع الليفيتور، صح كده؟ وقلنا افرض ان انا بصيت ما لقيتش الكريز خالص ولقيت السكن ممسوح كده فوش الثانيه دي، يبقى ده ابسنت سكن كريز يساوي ايه؟ يساوي بور ليفيتور فانكشن. ما هو الكريز لما يتمسح خالص يبقى العضله ايه؟ مش شغاله خالص. طيب الكريز ده عشان اشوفه او انا هقيس فيه ايه، انا حاطط ايه في القياسات؟ الكريز ده عشان اشوفه لازم المريض يبص تحت. انت ما تعرفش تشوف الكريز على زميلك تمام وهو باصص لك كده، عشان تشوف الكريز هو يبص تحت تحت خالص كده. تمام؟ لما يبص تحت خالص بتلاقي فيه ثانيه في السكن، يعني هو باصص بعينه كده ها، في بقى الفولد من السكن ماشي كده. تمام يا جماعه؟ جميل. القياس بقى اللي انا بقيسه هو المسافه دي، المسافة بين الأبر ليد مارجن وبين الكريز، بس لازم والمريض باصص إيه؟ تحت. يبقى القياس الرابع اللي هو السكن كريز هو المسافة بين الأبر ليد مارجن أند سكن كريز، بس لازم الشرط إن داون جيز. جيز قلنا يعني اتجاه رؤية كده، مع الداون جيز يعني والمريض أو الشخص اللي قدام باصص تحت انا هقيس المسافه بين الابر ليد وبين الكريز. تمام كده؟ المسافه دي بتبقى في حدود 8 مللي. يعني النورمال ان هي المسافه دي تبقى حوالي 8 مللي بين الابر ليد وبين الكريز. طيب اهميه الكريز اللي انا بشوفها ايه؟ اللي هي الجمله اللي قلناها ابسنت سكن كريز تساوي بور ليفيتور فانكشن. طيب في ناس بقى بلاقي المسافه دي عندها زادت قوي. بلاقي الكريز بدل ما هو هنا لا ده عالي خالص بقى هنا كده، وتقيس المسافه دي تطلع اكتر من 12 مللي، يبقى دي اللي احنا بنسميها هاي كريز، لما المسافه تبقى اكثر من 12 مللي. طب دي علامه على ايه؟ دي علامه على الابونيوروتيك توزس.
اللي هو قلنا بيحصل فين؟ في الاولد ايج. يا كلمه ابونيوروتيك يا جماعه اللي بنقولها في التوزيس هي اللي تساوي كلمه انفوليوشنال اللي كنا بنقولها في الانتروبيون والاكتروبيون. تمام؟ ايه اللي بيحصل في الابونيوروتيك توزيس ده؟ بصوا يا جماعه كده، احنا لما كنا بنرسم الاناتومي كده بتاع الابر ليف وبنرسم المنظر ده، كنا بنقول العضلة لها ثلاثة انسيرشن اهو، واحد اللي ماسك في الكريز، واحد اللي شادد الابر بوردر بتاع التارسس، واحد اللي ماسك السوبيريور فورمكس بتاع الكونجنتايف. ادي منظر الايه؟ الاناتومي. تمام؟ العضلة اللي هي الليفيتور دي بتبدأ من ورا كده من عند الاوريجن، بتبدأ في ليشي ماسل. تمام؟ وبعدين في الاخر تبدأ تعمل التندم بتاعها اللي بيسموه في الاناتومي الابونيوروس. تمام؟ يبقى الليفيتور ابونيوروزس اللي احنا بنتكلم عليها دي هم الثلاث خيوط اللي انتم شايفينهم دول، دول الابونيوروزس. الابونيوروزس دول عباره عن فايبرس تيشو. وفي الاولد ايج حطينا عنوان ان بيحصل ديجنريشن اوف فايبرس اند الاستيك تيشو. فهيحصل ديجنريشن في الليفيتور ابونيوروزس ده. بس احنا مش عارفين ليه الديجنريشن ما بيحصلش بصوره سيمتريكال في الثلاثه. لا. دايما الديجنريشن ياثر قوي على الحته اللي ماسكه الترسس دي، تلاقيها ضعفت خالص، واحيانا تبص تلاقيها اتقطعت، يعني فضلت تضعف تضعف ويحصل فيها لاكسيتي لحد ما بقت كانها مش موجوده. تعالى كده بص تخيل معايا لما الليفيتور ابونيوروزس اللي ماسكه في الترسس هي اللي تبوظ والاثنين التانيين يفضلوا شغالين، الابر ليب وزنه يحصل له ايه؟ ينزل. لازم الابر ليب ينزل كده، عمره ما هيفضل في البوزيشن بتاعه. تمام؟ بس لسه السكن ممسوك بالابونيوروزس، وانا بتكلم على اولد ايج، السكن فيه لاكسيتي والسكن ممطوط كده جامد، فتبص تلاقي الكريز الليد بقى لغايه تحت هنا والكريز هنا. عرفتوا بقى كلمه الهاي كريز دي جايه من ايه؟ يعني في الاولد ايج لما تبص الكريز ده غالبا على مسافه ما تعديش ال 8 مللي. في الاولد ايج بتلاقيه عالي فوق خالص، هوريكم الهاي كريز. تمام كده؟ بيبقى معدي ال 12 مللي، ليه؟ لأن الليفيتور ابونيوروزس باظ من عند الانسرشن بتاع الترسس، فالليد وقع بالجرافيتي. تمام؟ بس لسه السكن ممسوك، يعني الحتة دي لسه متثبتة بالليفيتور ابونيوروزس والليد وقع، بدل ما كان لغاية هنا بقى هنا، يبقى مسافة الكريز بدل ما كانت دي، لا ده بقت دي. يبقى عالي خالص من ال 8 مللي بتوعنا، عدى بقى. يعني ساعات بيوصل 15 16 و20 مللي، بيبقى مسافته عاليه خالص فوق. تمام؟ يبقى ده قياس بيميز نوع معين من التوزس اللي هو الابونيوروتيك توزس. تمام كده؟ القياسات دي يا جماعه ايه؟ مهمه شويه مع الليفيتور فانكشن تيست علشان العمل. القياس الخامس قياس كده ملوش ايه اسم محدد اللي هنلاقيه ايه موجود عندنا. بصوا يا جماعه، الابر ليب مغطي في العادي من 1 ل 3 مللي، يبقى المتوسط بتاعهم مغطي تقريبا 2 مللي من الكورنيا، ده في المتوسط. تمام كده؟ طيب الكورنيا دي الفيرتيكال دايمتر بتاعها ده كام؟ 11 مللي. ماشي يا جماعه كده؟ هو مغطي الابر ليد الطبيعي مغطي بال 11 دول 2، يبقى اللي باقي كام المفروض؟ 9 مللي. تمام كده؟ هو يعني القياس اللي انا بقوله ده قريب قوي قوي من الفيرتيكال فيشر هايت، بس الكتاب بتاع الاسم كاتبه لوحده. تمام؟ فخلينا ايه نقوله لوحده عشان لو في ايه يعني امتحان وبنكتب ما نبقاش كاتبين حاجه مختلفه يعني. هنقول ان الفيرتيكال دايمتر بتاع الكورنيا 11 مللي، وان الابر ليد مغطي 2 مللي، يبقى عندي المسافه بين الابر ليد مارجن وبين اللور ليمبس هتبقى 9 مللي. تمام؟ بس ده الكلام ده فين؟ في البيوبيلاري بلين، يعني ما تنساش ان الابر ليد عامل كده. ما ينفعش اقيس المسافه بالابر ليد من هنا، لا انا لازم اقيس في البيوبيلاري بلين، تطلع المسافه بين الابر ليد مارجن وبين اللور ليمبس. تمام؟ انا بقول لكم قريب قوي، انا في الفيرتيكال فيشر هايت كنت بقيس المسافه بين الابر ليد مارجن واللور ليد مارجن. لا، هو هنا بيقيس المسافه بين الابر ليد مارجن واللور ليمبس.
هي في الواقع ما بتفرقش كتير، لان غالبا اللور ليد عند معظم الناس تاتشنج ذا لور ليمبس زي ما بدانا نتكلم. حتى لو في فرق بيبقى فرق ايه، حاجه طفيفه جدا ما تذكرش يعني، تمام. لكن هنا في الفيرتيكال فيشر هايت بقيس، كنت بقيس المسافه بين الابر ليد واللور ليد مارجن في البيوبيلاري بلين، لا هنا هقيس المسافه بين الابر ليد مارجن وبين اللور ليمبس. المفروض الطبيعي 9 ملي، لما تقل عن 9 ملي ابقى دخلت في الكاتيجوري بتاعه التورسس، تمام كده. طب هتقل قد ايه؟ هما بيقسموها كده مايلد ومودريت وسيفير، يقول لك لو قلت من 1 ل 2 ملي يبقى اقول ان احنا في خانه المايلد دوزز، لو قلت 3 او 4 ملي ابقى دخلت في خانه المودريت، لو قلت اكتر من 4 ملي 5 6 بقى 7 ابقى دخلت في خانه السيفير دوزز، تمام يا جماعه كده. يبقى ده برضو قياس من القياسات اللي هو الديستانس بين الابر ليد مارجن وبين اللور ليمبس ان بيوبيلاري بلين. ماشي يا جماعه؟ مفيش لخبطه كده بينه وبين الفيرتيكال فيشر هايت، ده قياس تاني. تمام؟ وعملنا جريدنج كده ايه، مايلد ومودريت وسيفير على اساس القياس ده. تمام؟ يبقى ده العنوان الاولاني، وده اكبر عنوان واهم عنوان في السايت. بصوا بقى كده، بعد ما قسنا القياسات الخمسة اللي عندنا دول، خلاص احنا استبعدنا كده كل الحاجات اللي ممكن تلخبطني مع التوزس. يعني اي حالة من حالات السودو توزس اللي قلناها الاول، اول ما اجي اقيس القياسات دي الحالات دي هتنكشف كلها، مش هتفضل ملخبطاني بقى مع التوزس، هبقى متأكد 100% ان المريض ده ما عندوش توزس، تمام. انما لما يطلع عنده توزس فعلا القياسات دي هتكشف الحالة بالظبط، تمام كده. العنوان الثاني اللي احنا هنشوفه في الساينس حاجه اسمها كومبنساتوري هيد بوزيشن. ماشي يا جماعه كده، نظموا بس الموضوع كده، ان هو مكتوب في كتاب الاسم بس ايه ملخبط شويه انا عارف يعني. الكومبنساتوري هيد بوزيشن ده يا جماعه يحصل في ايه؟ لما يبقى التوزس مأثر على النظر. هو امتى التوزس يأثر على النظر؟ لما يغطي البيوبل، يعني لما يبقى سيفير توزس. بس خلي بالك لو عندي سيفير توزس في عين، يبقى العين التانية هتبقى بصة قدامها عادي، يبقى مفيش مشكلة في النظر. انما عشان يبدأ يأثر على النظر بقى فعلا ويبقى المريض يوصل لمرحلة انه مش شايف، لازم يبقى بايلاترال. يبقى الكومبنساتوري هيد بوزيشن ده هيحصل لما يبقى المريض عنده بايلاترال سيفير توزس كفرنج البيوبل. يقوم المريض يعمل ايه؟ يعمل وضع معين بدماغه يخليه يحاول ان هو يشوف، اللي هو ببساطه كده انت وانت باصص قدام بالطريقه دي الابر ليد ساقط لحد الايه؟ الليفل ده، فانت مش عارف تشوف، تمام؟ فتروح انت عامل ايه؟ تروح عامل كده. لما تقلب انت دماغك لورا كده العين يحصل لها ايه؟ العين لازم تنزل هي لتحت كده عشان تفضل بص على قدامه، انت عايز تشوف اللي قدامك، انت مش عايز تشوف الارض تحت، انت عايز تشوف الايه اللي قدامك على طول. فانت لما تقلب دماغك لورا مش هتفضل عينك معدول على قدام. انا دلوقتي بصوا كده، انا دلوقتي وانا باصص لك عينيا بص على قدامك، لو انا بصيت عملت دماغي كده وفضلت عينيا ما اتحركتش، عينيا هتبقى باصه هنا، انا مش عايز ابص هنا، انا هروح جايب عينيا تحت وباصص على قدام لسه، تمام. عيني لما تنزل لتحت في الحركة دي بتهرب من ورا الليد اللي عامل توزس ده، تمام كده. يبقى أول حاجة في الكومبنساتوري هيد بوزيشن إن الراجل ده يبقى عامل كده، يبقى الهيد الثرون باكورد، حادف دماغه كده لورا. ده أول كومبوننت منها، إن الهيد هتبقى ثرون باكورد. تاني حاجة إن العين تلف لتحت، يبقى الاي رول داون. زي ما بقول لك بالظبط كده، تخيل لو انا ايدي دي، ايدي دي هي الليد اللي ساقط كده منداري على الايه؟ على البيوفل ومش عارف اشوف. اروح انا عامل ايه؟ الليد ساقط، اروح انا عامل كده، ابقى انا كده عيني هربت من تحت الايه؟ من تحت التوزس ده، تمام؟ ويعمل المريض يشغل العضله المساعده اللي هي بتساعد في رفع الابر ليد، ما دام العضله الاساسيه مش عارفه ترفع، اللي هي الايه؟
الفرونتالز، فتلاقي المريض دايما عامل كده. الفرونتالز مصل عامله كونتراكشن وفيه الكشكشه الكوروجيشن بتاع الفورهيد. يبقى الكومبوننت الثالث ان الفرونتالز بتكونتراكت، وده اللي بيعمل كوروجيشن في الفورهيد. يبقى ده تاني حاجه هنشوفها، بس ده مش في كل الحالات، لا لازم التوزس يبقى بايلاترال ولازم يبقى سيفير توزس. هنلاقي الكومبنساتوري هيد بوزيشن وهتلاقي المريض جاي لك عامل كده، فعلا بتلاقي هو دايما ماشي عامل كده، اللي هو الثلاثه كومبوننت، الهيد ثرون باكورد والاي رولد داون والفرونتالز ماسل عامله كونتراكشن. تمام؟ ادي تاني عنوان في الكلينيكال بيكتشر. ثالث عنوان اسوشيتد ساينز ان سبيشال كيسز اوف توزس. اسوشيتد ساينز في بعض حالات التوزس. يعني ايه يا جماعه؟ في حالات كده لها كرايتيريا معينه في التوزس، الحالات دي بيبقى معاها ساينز ثانيه. تمام؟ نمسح بقى جزء الميجرمنت ده ونكتب فيه الاسوشيتد ساينز. كنا بنقول يا جماعه مع بعض ان ايه؟ المراحل اللي بتمر بيها اي عضله لغايه ما تعمل كونتراكشن ست مراحل، بادئين من الموتور اريا وبعدين البيراميدال تراكت وبعدين النيوكليوس وبعدين النيرف. تمام كده؟ وبعدين النيورو ماسكولار جانكشن. ايه المرض المشهور اللي بيأثر على النيورو ماسكولار جانكشن؟ هو مرض واحد، هو مفيش غير المايسينيا جريفز اللي احنا نعرفه. يبقى اول حاجه المايسينيك توزس. التوزس اللي هو نتيجه المايسينيا جريفز. ايه الساينز اللي هتبقى مميزه ليه غير بقى الميجرمنت وغير القياسات العاديه؟ ده عنوان لوحده بقى، دي اسوشيتد للايه؟ للمايسينيا جريفز. المايسينيا جريفز دي يا جماعه ببساطه كده العضله بيحصل لها فتيج بسرعه. فتلاقي المريض اللي عنده مايسينيا جريفز بيصحى الصبح عادي، يحرك كل عضلات جسمه عادي. يعني يمشي ويحرك ايديه وما عندوش مشكله خالص. على بالليل يبقى حصل فتيج سريع والعضله كل عضلات جسمه مش عارفه تعمل ريكفري من الفتيج ده. يبدا يبقى رجليه توجعه ومش قادر يحرك ايديه ويبدا يجي له توزس. ما هو عضله من العضلات. يبقى المايسينيك توزس الكرايتيريا بتاعته ان المريض بيبقى نورمال الصبح وان هو كبير ان ذا ايفنينج. يبقى دي اول كرايتيريا للمايسينيك توزس، انه بيظهر بالليل. ده مش زي التوزس العادي. التوزس العادي مثلا واحد عنده باراليسيس في الليفيتور ماسل مثلا او في السيرد نير، هو عنده توزس طول اليوم مش فارقه صبح ولا بالليل. انما ده لا، ده بيصحى الصبح طبيعي ويقعد نص اليوم طبيعي ويظهر التوزس بالليل. طب الحاجه الثانيه، الفتيج السريع اللي بيحصل في العضله ده انا هخلي العضله تشتغل جامد عشان يظهر، فهعمل تيست اسمه فاتيجابيليتي تيست. تيست يختبر الفتيج، اللي هو ببساطه ايه؟ هقول للمريض يبص فوق، بصوا كده، هنقول للمريض يبص فوق وزود بلينكينج من غير ما يرمش 30 ثانيه. الحركه دي سهل جدا ان اي حد فينا يعملها. لما تقول له بص فوق وما ترمش لمده 30 ثانيه، مريض المايسينيا جريفز مستحيل يكمل ال 30 ثانيه. بتلاقيه 15 ثانيه 20 ثانيه والكونتراكشن الكونتينيوس بتاع العضله ده عمل فتيج، وتلاقي غصب عنه الليد عمال يحصل له دروب. يبقى الفاتيجابيليتي تيست ده اسك ذا بيشنت تو لوك اب فور 30 سكند وزود بلينكينج، هتلاقيه مش قادر يكمل ال 30 ثانيه. تمام كده؟ المايسينيا جريفز ديت بتتعالج بدواء مشهور اسمه ايه؟ او مجموعه ادويه اللي هي اسمها ايه في الفارما؟ الانتي كولين ستريس دراجز، اللي هي بقى البروستجمين والايه والكلام ده. تمام كده؟ فبنعمل بروستجمين تيست او اللي بيسموه سيرابيوتيك تيست، يعني تيست معتمد على دواء. هو المريض اللي عنده توزس عادي مش نتيجه المايسينيا، لما تديله حقنه بروستجمين التوزس يحصل له حاجه؟ لا. انما المريض اللي عندك في العياده او عندك في المستشفى
والجفن ساقط خالص وعنده توزز، لما تديله حقنة البروستجمين تبص تلاقيه بعد 5 دقايق الجفن اترفع وبقى طبيعي خالص. يبقى ده بالنسبة لنا تيست، وده علامة أكيدة إن المريض ده 100% يا جماعة عنده إيه؟ عنده مايسينيك توزز، عنده مايسينيا جريفز. ملا بتقول ايه يا جماعه؟ مش سامع والله. لا بتيجي في كل الجسم. اسالي بتيجي في الليد بس؟ لا لا دي بتيجي في الجسم كله. لا ما هي مش كل حاجه. بص يا جماعه ما هو دي مشكله الطب. ما هي انتوا لما تتخرجوا بقى تعرفوا الكلام ده. بص يا جماعه انت ممكن مثلا اما تبقى مثلا بتشتغل بطنه تشوف 100 مريض عندهم تيفويد فيفر بس ما فيش ولا واحد شبه التاني. يعني فاهمين هي مشكله الطب في كده. في فرق انك بتتعامل مع الهيومن بودي وفي فرق انك بتتعامل مع اله. يعني مثلا المهندس اللي بيتعامل مع عربيه لما يبقى في مشكله مثلا في البوجيهات بتاع العربيه لو 100 عربيه هيبقوا شبه بعض. لما مثلا الدبرياش بتاع العربيه يحصل فيه مشكله هيعمل نفس المشكله في ال 100 عربيه كلهم شبه بعض. انما في الانسان لا طبعا انت عندك كل بقول لك انت هتشوف 100 مريض عندهم تيفويد فيفر مفيش واحد شبه التاني. انت بتلاقي المريض مثلا اللي جاي لك عنده تيفويد فيفر ده في واحد بتلاقيه حرارته 40 ومش قادر يمشي واهله جايين ساندين، وتلاقي واحد تاني جاي عادي خالص ولا الهواء، ولما تقيس له الحراره يطلع حرارته عاليه نص درجه، وتعمل لهم الاثنين التحليل يطلع الفيدال تيست هنا زي هنا ويطلع التتر عالي هنا زي هنا. مفيش مريض بيبقى شبه التاني. هي دي المصيبه اللي احنا فيها في الطب. اه والله دي المشكله. انت بتتعامل مع كل مريض بيبقى البرزنتيشن بتاعه احيانا بيبقى مختلف خالص عن المريض التاني خالص بالمره، وكل عمليه انت بتعملها بتبقى مش شبه التانية. يعني انت مثلا بتشتغل على عضله بتقصها او بتقصرها، عضله المريض ده غير ده غير ده. انت لما بتيجي تفتح وتبدا تشتغل على عضله مثلا بتلاقي فيه مريض قدامك العضله بتاعته عاديه نورمال كده، وتلاقي مريض العضله تخينه خالص قد كده، وتلاقي مريض العضله بتاعته رفيعه خالص وتقعد تدور عليها عشان تلاقيه. دي لما تقص فيها غير دي غير دي غير دي. لا 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 دي يعني طبعا العمليه ما بتبقاش سيمتريكال. في مريض بيبقى جايب البيكتشر الكلاسيك دي اللي هو مش قادر يحرك ايديه ورجليه والقصه دي، وفي مريض تاني بيبقى جاي لا خالص ما عندوش مشكله وهو التوزس ده اللي تعبه. تمام؟ وبعدين يا جماعه في مشكله كمان في المريض اللي بيجي لدكتور العيون. يعني انت مثلا تسال المريض كده انت بتشتكي من حاجه او بتتعالج من اي حاجه؟ يقول لك لا خالص. فانت تبدا ايه؟ يعني مثلا تكشف عليه وكده، بعد كده في وسط الكلام يقول لك لا مثلا ده انا اخر مره حللت سكر كان 300. يا عم انت مش قلت لي مثلا انت ما بتتعالجش من حاجه؟ لا ده شويه سكر خفيف كده بيجي لي مع الساعه. طب يا حاج انت عندك مشكله ثانيه؟ لا والله ساعات كده الضغط بيقلب عليا. طب بتتعالج من حاجه؟ لا ده انا كنت باخد السوفالتي عشان فيروس فيه. طب هو المريض المصري كده. يعني هتسال المريض انت عندك حاجه؟ مش هيقول لك اي حاجه وهو عنده كل امراض الدنيا. فالمريض مش هيدخل ابدا لدكتور العيون يقول له انا ايديا ورجليا بتوجعني حتى لو هو عنده الكلاسيك بيكتشر دي بتاع المايسينيك. ده يا جماعه الايه؟ المايسينيك توزس. طيب الحاله الخاصه الثانيه السبيشال كيس الثانيه اللي هي الابونيوروتيك توزس. احنا قلنا يا جماعه مع بعض ايه اللي بيميز الابونيوروتيك توزس؟ هاي كريز. جميل خالص. ادي الاسوشيتد سايت الثانيه. الهاي كريز معايا كده. الحالة الثالثة ودي أهم واحدة وبتيجي سؤال لوحدها كده كتير، الكونجينيتال توزس. بصوا يا جماعة حالة الكونجينيتال توزس إيه اللي بيميزها؟ في كام حاجة كده بتتقال عشان بقول لكم هي بتيجي سؤال ريتنج كده على بعضها. كونجينيتال توزس أول حاجة ما دام قلنا كونجينيتال يبقى هي سنسيفيرس. بتظهر من أول الطفل ما يتولد. موست كومنلي بايلاترال ولا يونيلاترال؟ موست كومنلي إنها بايلاترال. تمام كده؟ سبب الكونجينيتال توزس مال ديفلوبمنت في
في الاوكيولوموتور نيرف او في الليفيتور ماسل. صح كده؟ مال ديفلوبمنت اوف السير نيرف او الليفيتور ماسل. جميل. الاوكيولوموتور نيرف في الاناتومي لو انتوا تفتكروا كان بينقسم لسوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. معايا كده؟ السوبيريور ديفيجن كان بيدي عضلتين، العضله الاولانيه الليفيتور بتاعتنا والعضله الثانيه كانت السوبيريور ريكتس. الانفيريور ديفيجن بقى هو اللي بيدي الميديال ريكتس وبيدي الانفيريور ريكتس وبيدي الانفيريور اوبليك، ثلاث عضلات التانيين. يعني انا عندي السوبيريور ديفيجن بتاع الاوكيولوموتور نيرف بيدي الليفيتور ومعاه عضله ثانيه اللي هي السوبيريور ريكتس. دايما لما بيبوظوا بيبوظوا مع بعض. لما بيبقى في مشكله في الديفلوبمنت في الليفيتور ماسل او السوبيريور ديفيجن بتاع النيرف تلاقي بايظ معاها السوبيريور ريكتس برضه. يبقى ده غالبا الكونجيتال توزز ده اسوشيتد ويز سوبيريور ريكتس ويكنس. لما بيبقى في ويكنس في السوبيريور ريكتس تتوقع ان المريض ده هيحرك عينيه بصوره طبيعيه؟ لا، يبقى المريض ده عنده اوكيولار موتيليتي ديفكت. ماشي يا جماعه؟ ادي الكرايتيريا مثلا الرابعه، الكلمه الرابعه اللي بنقولها في الكونجينيتال توز. قلنا علامه مهمه قوي في الكونجينيتال توز ابسنت سكن كريز، وده يساوي بور ليفيتور فانكشن. ده من علامات الكونجينيتال توز، دايما الكريز ده مش موجود في معظم الحالات. تمام كده؟ العلامه اللي بعد كده سندروم اسمها ماركس جان جو وينكينج سندروم. ماركس جان ده اسم الاثنين اللي عملوه، جو وينكينج. وينكينج دي يعني ايه؟ وينكينج دي يعني واحد بيغمز بعينه كده، بيعمل كده الغمزه دي هي اللي اسمها وينكينج. ايه بقى الجو وينكينج ده؟ احنا عارفين يا جماعه المسلز اوف ماستيكيشن واخده نيرف سبلاي منين؟ من المانديبولار نيرف اللي هو برانش من الترايجيمينال نيرف. تمام كده؟ المسلز اوف ماستيكيشن اللي هي الماسيتر والتمبوراليز والميديال تريجويد واللاترال تريجويد دول واخدين من المانديبولار نيرف. والعضله اللي هي الليفيتور واخده من الاوكيولوموتور نيرف. ده الكرينيال نيرف خمسه ثلاثه وده الكرينيال نيرف خمسه، ما لهمش علاقه ببعض. في بقى كونجينيتال انومالي حصلت ان المانديبولار نيرف ادى برانش غلط ما كانش المفروض ان هو يديه، والبرانش ده هو اللي بيدي الليفيتور. فيبدا المريض ده يترفع الابر ليد عنده مع حركه المسلز اوف ماستيكيشن. يعني يبدا المريض ده لما يمضغ كده وياكل الليد يبقى مرفوع، انما لما يبقى قافل بقه كده تلاقي عنده توس. عشان كده بيسموها جو وينكينج، يعني حركة الجو هي اللي بتخليه يعمل بعينه، يفتح عينه ويقفلها كده. تمام؟ دي موجودة على فكرة كتير، يعني نسبة يعني ما تقلش عن مثلا 5% كده من حالات الكونجينيتال توزز بنشوفها عندها الجو وينكينج سندروم. دي بيبقى سببها مال ديفلوبمنت في الانرفيشن اوف ليفيتور ماسل. بيبقى في ابنورمال برانش اوف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف، ابنورمال برانش اوف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف بيعمل سبلاي لايه؟ للليفيتور ماسل. فتبدا الليفيتور ماسل تتحرك مع حركه المسلز اوف ماستيكيشن. تاني في ابنورماليتي في مال ديفلوبمنت في الانرفيشن اوف ليفيتور ماسل اللي هو بصوره ايه يعني؟ في ابنورمال برانش اوف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال نيرف سبلاي ذا ليفيتور ماسل. ماشي كده؟ فيبقى العضلات دي كلها بقى بتتحرك مع بعض، تبدا المسلز اوف ماستيكيشن تشتغل ويبدا الراجل ده ياكل مثلا او يقول لك يعمل ساكنج مثلا يشفط حاجه او يندخ حاجه، ده اللي بيشغل الايه؟ العضله اللي هي الايه؟ الليفيتور دي، فيبدا جفنه يترفع مع حركه المسلز اوف ماستيكيشن. تمام؟ فتلاقي المريض ده فعلا كل ما يحرك بقه كده، وغالبا طفل يعني بنتكلم على كولوجيتال توزز، تلاقي الليدعم عنده عمال يفتح ويقفل كده
كل ما يحرك الايه المسلز اوف ماستيكيشن دي. لو ما بيحركهاش وقافل بقه كده لا تلاقي اللب ساقط خالص. ده الماركس جان جو وينكينج سندروم. معايا كده؟ الكونجينيتال دوزز دي اسوشيتد غالبا مع ريفراكتيف ايرور. احنا ما نعرفش ليه بس دايما كده. الطفل اللي عنده كونجينيتال دوزز ده بتلاقي عنده ايرور اوف ريفراكشن، دايما عنده مايوبيا، دايما عنده هايبر متروبيا، بيطلع عنده استجماتيزم، بيطلع الايه الحاجات دي كلها. الكونجينيتال دوزز ده مش بس ريفراكتيف ايرور، بيبقى اسوشيتد غالبا مع اذر انوماليز اللي هما بيتجمعوا مع بعض في سندروم اسمها البليفر فايموزس سندروم. دي حاجه لوحدها كده هنقولها الاخر. عشان انا كنت بقول لكم يا جماعه امبارح ان مفيش حاجه اسمها كونجينيتال اكتروبيون لوحده، وان الكونجينيتال اكتروبيون بيحصل جزء من سندروم. هي البليفر فايموزس سندروم دي بيبقى الطفل نازل عنده كونجينيتال توزس وعنده كونجينيتال اكتروبيون وبيبقى معاهم حاجات كمان، بس دول الايه الاساسيين اللي فيه. تمام يا جماعه كده؟ الحاجه الاخيره في الكونجينيتال دوزس اخر حاجه في الكونجينيتال دوزس يا جماعه، انا عندي عضله فيها مال ديفلوبمنت اتكونت غلط. طيب وظايف العضله مش بس انها تعمل كونتراكشن، لا وظيفه العضله انها تعمل كونتراكشن وتعمل ريلاكسيشن. العضله لو ما عملتش ريلاكسيشن وفكت مش هتعرف تعمل الكونتراكشن الجديد. تمام؟ دي صفه في الكونجينيتال توزس بس، لان الاكوايرد توزس ده واحد اتولد بعضله سليمه. تمام؟ كانت بتعمل كونتراكشن وبتعمل ريلاكسيشن عادي وبعد كده حصل له مشكله معينه فخلاص ما بقتش تقدر تعمل كونتراكشن وبقت في حاله ريلاكسيشن على طول. انما الطفل اللي مولود بكونجينيتال توزس مولود بعضله فيها مال ديفلوبمنت مش قادره تعمل كونتراكشن ومش قادره تعمل ريلاكسيشن، دايما الليل واقف في وسط المسافه كده بين الكونتراكشن والريلاكسيشن. يعني انا عندي لو الابر ليد المفروض يبقى مرفوع لغايه هنا. تمام؟ ولو الابر ليد ده ساقط خالص هيبقى لغايه هنا، هو الليد واقف في الوسط كده. فلما اجي اشوفه بالنسبه للوضع الطبيعي اللي هو مرفوع اقول ده المفروض ان يبقى فيه توزس. تمام؟ طب لو قلت للطفل ده يبص تحت ما تعرفش العضله تعمل ريلاكسيشن. تمام؟ ما ينزلش الليد كده. فاهمين اللي احنا بنقوله ده؟ يعني احنا الليفيتور عندنا لما نبص تحت تبقى ريلاكسد خالص والليد ينزل لتحت. ولما نيجي نبص فوق الليد يطلع لفوق اهي بتعمل كونتراكشن وبتعمل ريلاكسيشن. الطفل اللي مولود بكونجينيتال توزس عنده مال ديفلوبمنت في الاثنين، في الكونتراكشن وفي الريلاكسيشن، فالليد واقف في نص المسافه كده. فلما يبقى الطفل ده عنده كونجينيتال توزس يوني لاترال، بصوا كده الاي ليد الطبيعي هيبقى في الليفل ده مرفوع كده. والاي ليد اللي فيه مال ديفلوبمنت في المسل هيبقى ساقط شويه كده في توزس. ده والطفل باصص قدامه كده في توزس ولا ما فيش توزس؟ لما اقول للطفل ده بص تحت العين السليمه تعمل كومبليت ريلاكسيشن وتنزل ودي ما تنزلش، يبقى الطفل وهو باصص تحت الليد اللي كان في توزس بقى هو اللي ايه بقى هو اللي عالي بدل ما كان هو اللي نازل لتحت. فاهمين كده؟ فهنلاقي مكتوب عندنا ان في بور ريلاكسيشن اوف ليفيتور ماسل. ده بيخلي ايه؟ بيخلي التوتك ليد الليد اللي فيه توزس يعني بيبقى هاير ان بوزيشن لما يبص تحت يعني ويز داون جيز. ما هو مش كل حاجه موست كومونلي باي لاترال، انما لو ده يوني لاترال لو ظهرت الحاله يوني لاترال تلاقي الليد ده لما قارنه بده الليد اللي فيه توزس تلاقيه ايه بقى اعلى مع الداون جيز، يعني هو المفروض ان هو فيه توزس يعني الليد تحت. احنا لو جينا نشوف الساين دي في الاكوايرد توزس مثلا تلاقي لا مفيش الكلام ده خالص. لو واحد عنده اكوايرد توزس عنده ليد سليم مرفوع والليد التاني ساقط لتحت، طب لما يبص تحت الاثنين هينزلوا لغايه تحت كده، هيفضل الليد اللي كان فيه توزس هو اللي تحت برضه. انما الطفل اللي عنده كونجينيتال توزس الليد عنده واقف كده مش قادر يعمل كونتراكشن ويترفع ففي توزس، ولما يجي يبص تحت مش قادر يعمل ريلاكسيشن، الليد الطبيعي هو اللي يعمل ريلاكسيشن ويبقى التوتك ليد هو اللي اعلى في البوزيشن مع الداون جيز.
معايا يا جماعه؟ ده سؤال مهم جدا بيجي دايما كتير قوي ريتن جيفن اكونت اون كونجينيتال توزس، عشان تقعد ايه تقول وتشرح الكلام اللي على الكونجينيتال توزس. بيبقى بالظبط في مشكله في الريلاكسيشن، بيبقى عنده لاجو سالوس. ماشي يا جماعه كده؟ ادي الايه الكلينيكال بيكتشر، اثنين سيمتوم والتلات عناوين الكبار بتوع الساينس. خليكوا بقى معايا يا جماعه، نيجي على الكومبليكيشن. بصوا كده يا جماعه، قلنا مع بعض قبل كده ان الطفل بيتولد والفوبيا عنده مش ديفلوب، ما هياش نقطه مميزه في الريتنا، احنا قلنا الكلام ده زيها زي بقيه الريتنا. وايه اللي بيعمل لها ستيميوليشن؟ اللايت، الضوء اللي بيدخل لعينه في فتره اول ست شهور. ولو عدت الفتره دي يبقى راحت فرصه الفوبيا انها تبقى ديفلوب. تمام كده؟ جميل خالص. الطفل اللي عنده كونجينيتال توزس، مش التوزس لا ده لما يبقى سيفير، احنا بنقول دايما الكونجينيتال توزس بيبقى معاه بور ليفيتور فانكشن، يعني دايما التوزس سيفير والليد نازل لتحت مغطي البيوبل. مش طبيعي ان الليد ده هيمنع الضوء انه يدخل للعين، الفوفيا مش هتتكون. تمام كده؟ لو المشكله دي يونيلاترال يقوم يجي للطفل ده يونيلاترال امبليوبيا، اللي هو يعني كلمه معناها بالنسبه لنا دلوقتي ان الفوفيا ما اتكونتش والعين دي هيبقى نظرها ضعيف. ولو المشكله اللي حصلت دي بايلاترال هتعمل الامبليوبيا في الناحيتين، هتبقى بايلاترال امبليوبيا. قلنا لما يحصل المشكله دي بايلاترال العين يجرى لها ايه؟ قلنا ايه؟ نستجمص. نستجمص، مش احنا قلنا كده يا جماعه؟ ده احنا عمالين نقول كل يوم كل يوم، ده احنا بقينا عشره مع بعضنا كده يعني. انا بقضي معاكم وقت هنا طويل خالص، احنا مش سائلين يا جماعه ده الاسبوع اللي فات. ماشي؟ نستجمص، بصوا كده. فاكرين لما قلت لكم يا جماعه ايه؟ الحاجه القوه اللي مخلياك مثبت عينك على الحاجه ان انت عندك نقطه مميزه في الريتنا اللي هي الفوفيا، فانت مثبت عينيك عشان صوره الاوبجكت اللي انت باصص عليه تقع على الفوفيا فتقدر تشوفها كويس. لما يبقى انت ما عندكش نقطه مميزه والفوفيا زيها زي غيرها، يفضل الطفل ده عينه تروح يمين وتروح شمال، سميناه ايه؟ سيرشنج نستجمص، كانه بيدور بعينيه بيعمل سيرش، نفسه الصوره بتقع على اي نقطه كويسه شويه في الريتنا يقدر يشوف. تمام؟ بس ده ما يحصلش الا لو المشكله ايه؟ بايلاترال. احنا قلنا ما عندناش نستجمص يونيلاترال، المشكله اللي تعمل النستجمص لازم تبقى بايلاترال، والنستجمص نفسه لازم يبقى بايلاترال. تمام كده؟ طب لو المشكله دي حصلت يونيلاترال يحصل سكويل. بصوا يا جماعه، احنا وضع عينينا اصلا، بصوا كده، لما نيجي نشيل البولت بتاع السكال ده ونيجي نشوف شكل الاناتومي، نلاقي الاوربت اليمين والشمال عاملين كده، ودي الجلوب ودي الجلوب، وهنا الاوبتيك كانال اللي طالع منها الاوبتيك نيرف، شايفين شكل الاناتومي ده، يتحدوا مع بعض ويعملوا الكيازما وبعدين يدخلوا في التراك والقصه دي. يعني في الاناتومي الاوربت اليمين ده جاي كده باصص كده والاوربت الشمال باصص كده. الحاجه اللي بتعدل العين اللي بتخلي عينك دي ما تروحش كده وعينك دي تروح كده، اللي بيخليك انت باصص بعينيك الاثنين مسنطرهم كده على قدام، هي الحاجه اللي اسمها الباينوكولار فيجن، ان انت شايف بعينيك الاثنين. فانت عايز عينك دي تبقى باصه على الاوبجكت اللي انت شايفه وعينك دي باصه على الاوبجكت اللي انت شايفه، فلازم تعدلهم الاثنين. اللي بيعدل كده البرين، دي حاجه انت ما بتتحكمش فيه، بيبعت الامبلس للاكسترا اوكيولار ماسل يعدل وضع العين بالطريقه دي. لو انا عندي عين ما بتشوفش،
البرين ايه الدافع اللي هيخليه يبذل المجهود انه يبعت لها امبلس عشان يعدلها؟ قد ما فيش، هتلاقي العين خدت وضع الاناتومي بتاعها، هتلاقيها ركنت لبره كده وعملت دايفرجنت سكون. تمام؟ العين اللي ما تبقاش شايفه عمرها ما تفضل بص على قدام. وزي ما كنت بقول لكم، مش عارف او كنت بقول في مكان اخر يعني، انت لو جيت تبص على حد نايم، مش عارف ده ولا الناس بتوع المراجعه ولا اي حاجه كده يعني، انت لما بتبقى نايم لو انت جيت اتسحبت بالراحه كده وفتحت الاثنين الابر ليد، وبافتراض ان اللي نايم ده مش هيحس ولا اي حاجه، هتلاقي عينيه عامله كده. يعني مستحيل مستحيل انك تلاقي عينيه الاثنين متسنطرين كده على قدام، لا خالص. بص يا جماعه، عينينا دي علشان تتسنطر هي الاثنين كده وتبقى باصص على نفس الصوره بيها، دي حاجه صعبه قوي، بتكلف البرين مجهود كبير، ما يعملهاش الا لو حاجه لها داعي. تمام؟ فلما يبقى الشخص نايم وما هوش شايف، تمام كده، تبص تلاقي عينيه الاثنين عاملين كده. لو انت بصيت لما تدخلوا اوضه العمليات، لو جيت تبص على المريض اللي متخدر اندر جنرال انستيزيا، مستحيل مستحيل تلاقي عينيه مظبوطين كده. البرين هيعدلهم ليه؟ هتلاقي عينيه عامله كده، مفتوحين شويه. فاهمين يا جماعه كده؟ فالطفل اللي عنده عين ما بيشوفش بيها، اللي يجي له يونيلاترال امبليوبيا يجي له سكويت، واللي يجي له بايلاترال امبليوبيا يجي له نستجمس. ماشي يا جماعه كده؟ نيجي بقى نشوف احنا هنعالج التوزيس ده ازاي. اول حاجه خالص يا جماعه، ان انا احاول اعمل تريتمنت اوف ذا كوز. في حاجات سهل ان انا اعالجها. المريض اللي عنده ميكانيكال دوزس، اللي عنده تيومر في الليد، هتشيل له التيومر. المريض اللي عنده مياسينيا جريفز والليد عنده نازل بسبب المياسينيا، هياخد الدواء بتاعه اللي هو البروستجمين. يبقى كل ده اسمه التريتمنت اوف ذا كوز. انت بقى الكوز مش قادر تعالجه، حصل ضعف في العضله، باراليسيس، الكلام ده، هنبدا الخانه الثانيه اللي هي سيرجيكال تريتمنت. السيرجري بتتحدد على اساس ايه؟ على اساس الليفيتور فانكشن. تمام كده؟ احنا عندنا ثلاثه كاتيجوري. عندنا الليفيتور فانكشن 10 مللي او اكتر. يعني الليفيتور فانكشن كويسه خالص، داخله في خانه الايه؟ اخر حاجه في الفير، وداخله في الجود ليفيتور فانكشن. تمام كده؟ وعندنا الليفيتور فانكشن من 5 ل 10 مللي. يعني ما تبقاش 4، ما 4 ده بدايه الايه؟ بدايه البور، المهم ما تبقاش بور ليفيتور فانكشن يعني. دي خانه ثانيه. ولما الليفيتور فانكشن تبقى بقى سيئه خالص، اللي هي البور ليفيتور فانكشن 4 مللي او اقل، يبقى احنا بنتكلم كده على عمليه ثالثه. فكره العمليات ايه؟ زي ما بنحط حاجه في دماغنا برضو، لما يبقى عندي عضله ضعيفه، ماشي يا جماعه، وانت عايز تقويها، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقص حته منها وتشدها للاوريجينال سيكنس، تقوم تقوى العضله دي، فيها الاستيسيتي، عامله زي الاستك كده، انت ماسك استك شده من النقطه دي للنقطه دي، بس الاستك مهوي، هو مش عاجبك، عايزه مشدود اكتر، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقص حته الاستك يقصر وتشده للاوريجينال سيكنس، للاوريجينال لينس بتاعه، تقوم تلاقيه بقى مشدود اكتر. دي هي الفكره في العمليه الاولى والعمليه الثانيه. العمليتين دول خلوا بالكم، العضله باظت خالص ما فيهاش اي كونتراكشن، لا، ده الليفيتور فانكشن هنا خير او جود. تمام كده؟ لما اجي للخانه الثالثه اللي هي البور، الليفيتور فانكشن لما تبقى بور، يبقى معنى كده ان العضله دي باظت خالص، ما فيهاش امل. لما تيجي تشدها وتقصها ما يحصلش تاثير. خلي بالك الفكره اللي انا بقول لك عليها دي بنشبهها باستك، يعني لازم يبقى حاجه فيها الاستيسيتي عشان تشدها، التنشن فيها يزيد. انما لو انت عندك فتله خيط، ينفع تقول ان انا هقص حته واشدها، تشدها هتتقطع. تمام كده؟ يبقى في لما تبقى الليفيتور فانكشن بور،
هعتبر ان الليفيتور دي ماتت خالص، وهدور على عضله تانية هي اللي ترفع الابر ليد بدل الليفيتور. ما فاهمين يا جماعه الفكره اللي عندنا؟ يبقى في الخانتين الاولانيين انا هقص حته من العضله عشان العضله تقوى، تمام كده؟ لكن في الخانه الثالثه دي لما تبقى الفانكشن بور انا هدور على عضله تانية هي اللي ترفع الابر ليد غير الليفيتور. لا لا خالص، لا لا احنا بنقص في العضلات كلها عادي، حتى كل عمليات السكوينت اصلا بنقص ونخيط في العضلات، لا مفيش مشكله. الحالتين الاولانيين اللي قلنا هنقص في العضله، خلوا بالكم يا جماعه هنا الليفيتور فانكشن كويسه قوي، ده 10 مللي قريبه خالص من الايه من الطبيعي، ممكن يبقى المريض ده 10 او 11 او 12 مللي. احنا بنسمي الحاله دي مايلد دوز، وبنسمي الحالة دي مودرن، وبنسمي الحالات دي السيفير توزز. الحالات المايلد توزز دي هي الموست كومون اللي بتحصل لما تبقى الليفيتور سليمة والمشكلة في المولر. مش احنا عندنا عضلتين بيرفعوا الابر ليد، العضلة الكبيرة اللي هي الليفيتور، والعضلة الصغيرة الضعيفة شوية اللي هي المولر. لما المولر هي اللي تبوظ ما تتأثرش الفانكشن قوي، تمام كده؟ يبقى هنا المشكلة في المولر مصر، هي اللي هقص حته منها واشدها. انما لما تبقى الفانكشن انضربت اكتر من كده يبقى هنا الليفيتور بقى اللي بايظه. يبقى هنا العمليه هيبقى هدفها، انا احنا بنرتب كده الكلام في دماغنا ونشوف فكره العمليات ايه. ان انا هقص حته واشدها في الليفيتور بقى نفسها. اوكي كده يا جماعه؟ العملية الأولانية اللي هقص فيها في المولر لما تبقى المولر بايظة يبقى الديزيز ده اسمه إيه؟ هورنر سندروم. يبقى حالات المايلد توزز اللي هي سببها الهورنر سندروم اللي هي الليفيتور فانكشن فيها اتليست 10 مللي، يعني 10 11 12 لغاية 14 لحد آخر ليفل قبل الطبيعي، تمام كده؟ العملية دي هي اللي اسمها الفاسانيلا سيرفت أوبريشن. ماشي يا جماعه؟ هي العمليه دي هي ببساطه خالص. المولر دي بتتعرف ازاي من الليفيتور؟ احنا عندنا يا جماعه عايز ترفس بص يا جماعه، المولر ماسل هي اللي بتبقى في الاناتومي الفايبرز اللي هي واخده سمباثيتك سبلاي، يعني هي اللي بتبقى ناحيه البوستيريور، يعني العضله الكبيره اللي هي الليفيتور اهي ماسكه فايبرز كتير في الطرس، وشويه الفايبر الصغيرين البوستيريور اللي من ورا هم دول المولر. فاحنا بنيجي من ناحيه الكونجنتيفا من ورا وبنروح قصين حته من الترسس وحته من المولر ماسل كده، ولاني ما اقدرش اقص الترسس ينفع اقصه من غير الكونجنتيفا اللي عليه، فهتلاقي مكتوب ان احنا شلنا كمان الاوفرلاين كونجنتيفا عشان بس مش انا مش قاصد اشيلها، هما الاثنين كلوزلي ادهرنت تو اتش اذر. يبقى انا بقص الجزء ده. فهتلاقي مكتوب عندك ان فكره العمليه ان انا عملت اكسيشن للابر بوردر اوف ذا ترسس مع اللور بارت اوف مولر ماسل اند اوفرلاين كونجنتيفا. تمام كده؟ لما انت تقص الجزء ده بصوا كده اهو. وتروح شادد بقى المولر دي مخيطها في المكان الجديد. تبقى تشدد ولا ما تشددش؟ تبقى تشدد. ادي فكره العمليه دي. ان احنا عملنا اكسيشن للابر بوردر اوف ذا ترسس مع اللور بارت اوف مولر ماسل اند اوفرلاين كونشنتر. تمام؟ الحاله الثانيه الليفيتور ماسل بقى هي اللي باظت، فبقت الفانكشن بتاعتنا فير او دخلت في خانه الجود. تمام كده؟ نقوم نعمل ايه؟ نقص بقى في الليفيتور نفسها. نقص كل بقى البوردر بتاع الترسس والحته دي كلها. شايفين الحته اللي بعلم عليها دي؟ اللي هي الابر بارت بتاع الترسس، تروح قاصص الجزء اللي تحت بتاع العضله كلها، وبعد كده تشد بقى العضله دي تخيطها في المكان ده. تمام؟ العمليه دي يا جماعه اسمها لاسكوفيكس اوبريشن.
اللي هي لو جينا نقول ايه البرنسبل بتاعها، اول حاجه انا بقول البلاسكوفيكس بتتعمل فين؟ في حالات المودريت توزس اللي فيها ليفيتور فانكشن من 5 ل 10 مللي. تمام كده؟ البلاسكوفيكس اوبريشن دي عملت فيها ايه؟ عملت فيها اول حاجه ريسكشن. وبعد ما عملت ريسكشن مش انا شديت العضله، بصوا معايا، مش انا شديت العضله جبتها لغايه المكان الجديد، الشده دي اسمها ان طلعتها لقدام، عملت ادفانسمنت. يبقى ريسكشن اند ادفانسمنت اوف ليفيتور مصر. ريسكشن اند ادفانسمنت اوف ليفيتور مصر. ادي يا جماعه الايه؟ طيب انا بقص قد ايه؟ احنا عندنا قانون رف كده ان كل 3 مللي بيتشالوا من الليفيتور يرفعوا الليد 1 مللي. يعني يا جماعه الاي ليد لما يبقى نازل على الليفل بتاعه 2 مللي يبقى انا هقص من الليفيتور 6 مللي. كل 3 مللي بيديني مللي رفع. تمام كده؟ يبقى انا هقص ايه؟ 6 مللي. الليد مثلا ساقط 3 مللي تقص 6 9 مللي. ده اللي عايزين نعرفه في البلاسكوفيكس اوبريشن. تمام؟ يبقى يا جماعه احنا قسمناهم 3 خانات اهو. دي اشتغلنا على المولر لانها مايلد توزس في الهورنر سندروم. دي اشتغلنا على الليفيتور، الفكره واحده في الاثنين، العضله ضعيفه عايز تقويها، قص حته منها قصرها وشدها للطول الاولاني بتاعها. نيجي بقى على البور ليفيتور فانكشن، دي خانه لوحدها. العضله اللي هي الليفيتور باظت خالص. هدور على عضله ثانيه ترفع الليد، اقرب عضله ليك اللي هي اصلا كانت بتساعد اللي هي ايه؟ الفرانتاكس. اللي كنا بنقول ممكن لما تعمل كونتراكشن تساعد، تمام كده؟ انت لما تبقى باصص للمريض من قدام ادي الاي براو، الفرانتاليز ماسل اهي ماسكه الفايبرز بتاعتها لغايه الاي براو كده. تمام؟ الابر ليد ده فيه الترسس. الترسس ده هو السكيلتون بتاع الليد اللي شايل الليد. فانت بتيجي من تحت السكين، طبعا الكلام ده بيبقاش باين بره، بتيجي تربط الترسس وتعديه من تحت السكين من تحت الاي براو وتربطه في الفرنتالز في كذا سايد كده، غالبا بيبقوا 3، واحده في الميدل واحده ميديال وواحده لاتر. يقوم يترفع الابر ليد 2 3 مللي عن الليفل اللي هو كان مرتخي بيه. تمام كده؟ العمليه دي اسمها بنعلق من الفرنتاليز، يبقى اسمها فرنتاليز سسبنشن. او بتتسمى الاسامي الثانيه بتاعتها سلينج اوبريشن. سلينج يعني عليقه او يعني خطاف. انا بعلق فعلا الترسس بنشبكه بالخيط بقى او الحاجه اللي هنشتغل بيها ونشبكه في الفرنتاليز، او باسم الراجل اللي وصفها اللي هو الاسم المشهور قوي اسمها هيس اوبريشن. يبقى يا جماعه الناس اللي عندها بور ليفيتور فانكشن، الناس اللي الليفيتور عندها باظت خالص، الفكره ايه؟ العضله اللي باظت خالص دي انا مش هشتغل على الليفيتور خالص، هعتبر كان العضله ماتت وهجيب عضله ثانيه هي اللي تساعد في رفع الابر ليد غير الليفيتور. اقرب عضله بالنسبه لي هي العضله اللي اسمها الفرنتاليز مصر. تمام؟ فباجي من تحت السكين وعلق الترسس في الفرنتاليز. يبقى الفكره او البرنسبل بتاع الهيس اوبريشن ان انا بعمل سسبنشن. سسبنشن يعني تعليق. سسبنشن اوف ذا ترسس فروم ذا فرنتاليز مصر. تمام كده؟ اللي عايزين نعرفه هنا اللي بنتسال فيها ايه الحاجه اللي بعلق بيها دي؟ يا اما باخد اوتولوجس فاشيا لاتا. اوتولوجس يعني ايه؟ يعني حاجه من المريض نفسه. يعني خدنا حاجه من حته ثانيه من جسم المريض واستخدمناها في مكان ثاني. بناخد حته من الفاشيا لاتا بتاع المريض، طبعا دي بتبقى حاجه انر، ونعملها زي الخيوط الرفيعه كده وبندككها في الترسس وفي الفرنتال تقوم تشد. او ان انا استعمل سنسيتك ماتيريال اللي هي زي السيليكون او زي البرولين. نعرف دول بس اسمين كده. ماشي كده يا جماعه؟ ان انا استعمل سنسيتك ماتيريال زي السيليكون او زي البرولين. معايا كده؟ يبقى ادي فكره العمليات اهي بتاعه التوزس. تمام؟
السؤالين بقى اللي دايما بيتسألوا على العمليات. اول سؤال الايدج اوف سيرجر، تعمل العمليه امتى؟ ايدج اوف سيرجر، يعني لو طفل مثلا عنده كونجنيتال توزز، دايما بنتسال السؤال ومولود دلوقتي عنده كونجنيتال توزز، تعمل له العمليه بسرعه ولا تستنى شويه؟ ده يا جماعه على حسب السيفيريتي بتاع التوزز. بصوا كده، افرضوا التوزز مغطي البيوبل، من الكلام اللي احنا قلناه ينفع استنى على الطفل ده؟ ده لو وصل سن 6 شهور يبقى كل فرصة الفوبيا في الديفلوبمنت ضاعت. فالطفل ده هعمل له ايرجنت سيرجري. يبقى بنجاوب السؤال ده بنقول ان الطفل اللي عنده الليد كفرنج ذا بيوبل بعمل له ايرجنت سيرجري از ايرلي از بوسيبل. احنا بندخل المريض العمليات والطفل مثلا عنده اسبوعين، عنده شهر، بندخله العمليات نعمله. انما الطفل اللي عنده توزس خفيف مش مغطي البيوبل، انت خايف على النظر في حاجة؟ لا، الفوبيا هتبقى ديفلوب عادي، ولا هيجيله سكوين ولا هيجيله نستاجمس ولا عنده مشكله طالما مش مغطي البيوبل. يبقى ساعتها الايدج الايديال من 5 لـ6 سنين. ساعتها استنى على الطفل ده، لان العضله دي في بعض الحالات العضله بتقوى لوحدها، العضله اللي فيها مال ديفلوبمنت دي لما الطفل يكبر بتقوى وتبدا ترفع الليد شويه. فاستنى العضله دي لما تقوى بالبلدي كده، لما تجيب اخرها بقى، لما تقوى لغايه الاخر وبعد كده تدخل تشتغل عليه. ده الايدج اوف سيرجري. السؤال الثاني اللي بقول لكم ايه الكونترا انديكيشن، السؤالين دول يا جماعه بيتسالوا كتير قوي، كونترا انديكيشن فور توزس سيرجري. في يا جماعه حالات كونترا انديكيتد ان انا ادخل اعمل للمريض فيها عمليه توزس، اللي هي ايه؟ بصوا كده، ينفع المريض اللي عنده مايسينيا جريفس ادخله العمليه؟ خالص. اللي عنده مايسينيا جريفس علاجه ميديكال، يبقى ده اول حاله المايسينيك توزس. هنجاوب نقول كده ده اول حاله عندنا المايسينيك توزس، تمام كده. طب الحاله الثانيه اللي عنده ريسنت سير نيرف بولسي، لما كنا بنتكلم على البراليتيك اكتروبيوم امبارح وجينا نرتب العلاج كده، مش كنا بنقول ان انا بقعد 3 لـ6 شهور استنى النيرف ريجنريشن؟ جميل خالص. اللي عنده باراليسيس في السيرد نيرف، حصل له باراليسيس النهارده، هدخله الشهر الجاي؟ لا، انا هستنى 3 لـ6 شهور. تمام كده، يبقى انا لازم استنى فتره الكونزرفاتيف تريتمنت. وفي حاجه ثانيه بقى، اللي عنده سيرد نيرف بوكسي، احنا فاهمين ان عنده توزس وعنده سكوين، هنعرف بعد كده في السكوينت اللي بيبقى عنده ايه؟ عنده سكوين، تمام؟ لان السيرد نيرف زي ما بيغذي الليفيتور ماسل بيغذي اكسترا اوكيولار ماسل، 4 عضلات، فبيبقى عنده سكوين، يبقى عنده توزس وعنده سكوين، تمام؟ بس التوزس بيحمي المريض من حاجه وحشه اسمها الدبلوبيا. يعني الشخص اللي عنده الكلام ده، طبعا تفصيله في السكوينت بس هي لازم تتقال هنا. احنا عندنا دلوقتي يا جماعه، احنا عندنا الاثنين باصين على قدام اهو. افرض عينك دي بصت كده وعينك دي راحت باصه الناحيه الثانيه كده، هيجي لك دبلوبيا. افرض انت بص وانت باصص بعينك الاثنين قدامك كده، اضغط كده على عينك، يعني حرك عينك من مكان، في دبلوبيا ولا ما فيش؟ اضغط عليها وهي مفتوحه كده عادي، هتلاقي الصوره بقت 2، صح كده؟ لان الصوره ما وقعتش على الفوفيا في العين اللي انت حركتها من مكانها دي. فاللي عنده سكوينت هيجي له دبلوبيا، هيشوف الصوره 2. بس المريض اللي عنده سيرد نيرف بولسي ما بيشتكيش من دبلوبيا. عشان ايه؟ عشان التوزس، التوزس مغطي العين دي مخليه مش شايف بيه. لو دخلت انت العمليات رفعت له الليد، هتلاقي بعد العمليه بيصرخ من الدبلوبيا. امال العقل يقول ان انا اعمل له عمليه ايه الاول؟ السكوينت الاول. يبقى السؤال ده مشهور جدا، المريض اللي عنده سيرد نيرف بولسي اعمل له التوزس الاول ولا اعمل له السكوينت الاول؟ لا، اعمل له السكوينت الاول، كونترا انديكيتد ان ادخله اعمل له التوزس. ليه يا جماعه؟ لان لو عملت له التوزس هيجي له ديبلوبيا. يبقى في الريسنت سيرد نيرف بولسي ما بعملش عمليه، وفي الليت سيرد نيرف بولسي بعمل سكوينت سيرجري اد فيرست. ماشي كده؟ جميل. كونترا انديكيتد ان انا اعمل توزس سيرجري في المريض اللي عنده absent corneal sensation او absent bells
فينومينون. ايه البيرز فينومينون دي في الفسيولوجي؟ ان انت لما بتغمض عينيك العين بتلف فوق. يعني انت دلوقتي مفتح، بصوا كده هنفهم دي. انت باصص كده بعينيك الاثنين قدامك، الكورنيا باصه لقدام اهي. طب انت لما تغمض كده تفتكر تحت الليد المقفول ده الكورنيا باصه لقدام؟ لا، الكورنيا بتروح لفه فوق. لفه فوق ليه؟ ده بروتكتيف ميكانيزم، يعني عشان انت حتى وانت نايم تمام كده ما يبقاش وانت نايم كده الكورنيا مش هنا، لا الكورنيا فوق هنا. ده بروتكشن للعين، ان الكورنيا اللي هي اهم حاجه بتهرب لفوق كده. تمام يا جماعه؟ طب ايه مشكله الكلام ده؟ ايه علاقه الكلام ده بالتوزس؟ بعد عمليه التوزس لما بنشد العضله جامد بيقعد الراجل ده اسبوعين ثلاثه على الاقل ينام وعينيه مفتوحه، لحد ما تبدا التشوز والاديمه بتاع العمليه تبدا تفك ويبدا الليد ياخد الوضع الطبيعي بتاعه. يعني هنقعد لازم اسبوعين ثلاثه واحنا شادين العضله جامد في الاول وفي اديمه في التشوز كده، لازم هينام وعينيه مفتوحه. افرض الراجل ده عنده ابسنت زي ما انا كاتب بيلز فينومينو، هيبقى نايم وعينيه مفتوحه والكورنيا باصه فين؟ قدام، يبقى الكورنيا دي هتبوظ، يبقى ده كونترا انديكيتد لبتوز السيرجن. ما هو ايه اللي بيحمي الكورنيا لو انت نايم وعينيك مفتوحه؟ ان الكورنيا بتلف على فوق، فتبقى الكورنيا مش هي اللي اكسبوز، يبقى اللي اكسبوز ده حته بالسكليرا. في على فكره ناس كتير حتى طبيعيين لما بيناموا بيبقى في شريط رفيع من عينيهم كده باين، وغالبا بيبقى حته من السكليرا من البياض بتاع العين، ما بتبقاش الكورنيا هي اللي باينه. لاحظتوا يا جماعه حاجه زي كده قبل كده؟ كتير. تمام كده؟ بيبقى حته ايه؟ حته باينه كده من الايه؟ من السكليرا. تمام؟ ليه السكليرا اللي باينه؟ لان البلز فينومينون شغاله والعين لفت لفوق. تمام؟ لو البلز فينومينون شغاله، لا خليكم معايا، لو البلز فينومينون شغاله يبقى مفيش مشكله، يبقى انا اعمل عمليه التوزس بقلب جامد والكورنيا هتلف لفوق وتبقى محميه. انما لو عندي ابسنت بلز فينومينون، لا يبقى هيحصل مشكله. الحاله الثانيه ابسنت كورنيال سنسيشن، ده موضوع في الكورنيا اسمه النيورو باراليتيك كيراتايتس. تمام؟ السنسيشن باظ، الكورنيا واخده سنسوري نيرف سبلاي من الترايجيمينال نيرف، باظ لاي سبب من الاسباب، الكورنيا ما فيهاش سنسيشن. تمام كده؟ السنسيشن ده هو اللي بيحمي الكورنيا اصلا. السنسيشن ده هو اللي بيخلي لما يجي اي تراب اي حاجه على عينيك هو اللي بيخليك تغمض عينيك، وهو اللي بيعمل ريفلكس ان التيرز يحصل سكريشن للتيرز يغسل سطح الكورنيا. لو ما فيش سنسيشن الكورنيا دي هتبوظ. فتخيل لو انت جيت شديت الليد جامد وعملت عمليه التوزس والمريض ده بينام وعينيه مفتوحه والكورنيا ما فيهاش سنسيشن، يبقى الكورنيا دي هتبوظ. يبقى دول كونترا انديكيشن بتوع التوزس سيرجن. المايسينيك والريسنت سيرد نيرف وفي الليل بعمل السكوينت الاول، والناس اللي عندها ابسنت كورنيا سنسيشن وابسنت بيلز فينومينون. الانفلاميشن ممكن يجي في اكتر من مكان في الايلد. اول حاجه لو جه الانفلاميشن في السكين بنسمي ده درماتايتس. خليكم معايا بس، لو جه انفلاميشن في السكين بنسميه درماتايتس، وده بيبقى ايه؟ موضوع تبع الجلديه، يعني ده مش تبعنا. الانفلاميشن اللي يخصنا هو السكين بعد الليد مارجن. ماشي يا جماعه كده؟ الليد مارجن يا جماعه اللي هو المقصود بيه الانتر مارجنال ستريب. الانتر مارجنال ستريب ده سايت مشهور جدا للانفلاميشن، هو شريط رفيع 2 3 مللي بس، لكن دايما الانفكشن ودايما الانفلاميشن يجي فيه، فده اللي بيعمل الحاجه المشهوره اللي اسمها البريفرنس. وده ليه؟ لان الليد مارجن ده موجود عليه الهير فوليكل اللي هي بتاعه الرموش، فدي بتبقى سايت ان تستخبى فيها المايكرو اورجانيزم. تمام؟ فده بيخلي ده سايت مهم للانفكشن. تاني حاجه الاوبننج بتاع فتحات الميبوميوم جلاند بتطلع الاويلي سكريشن بتاعها على الليد مارجن. الاويلي سكريشن اللي بيطلع ده ميديا للمايكرو اورجانيزم. تمام كده؟ فدايما يبقى عندنا انفلاميشن في المارجن بتاع الليد. يعني تبص تلاقي السكن من قدام سليم
والكونجنتايفا من ورا اوقات كتير تبقى سليمه والانفلاميشن مركز بس على الشريط ده. هو اختار الشريط ده بس ليه؟ عشان السببين دول. الميديا ده في ميديا مناسبه للميكرو اورجانيزم اللي هي الاويلي سكريشن بتاع السيبيشيوس جلاند وفتحات الرموش اللي هي الهير فوليكل اللي بتستخبى فيها الاورجانيزم. في بعد كده الانفلاميشن في الليد جلاندز. والانفلاميشن اللي في الليد جلاندز ده بيجي في الزايس جلاند وبيجي في الميبوميان جلاند. الزايس جلاند دي اللي هي ايه؟ سيبيشيوس جلاند ريليتد ليه؟ الهير فوليكل. تمام كده؟ الزايس جلاند دي الانفلاميشن بتاعها دايما اكيوت وبيعمل حاجه اسمها ستاي او اسمه هورديولم اكسترنال. الميبوميان جلاند الانفلاميشن بتاعها ياخد صورتين، صوره اكيوت وصوره كرونيك. الصوره الاكيوت اللي بنسميها الهورديولم انترنال. الهورديولم دي يا جماعه يعني ابسس صغير، يعني سمول ابسس، كلمة لاتيني كده، هو الابسس الصغير ده بيقولوا عليه هورديولم. تمام كده؟ فطبعا الستاي ده الهورديولم الاكسترنم اللي بره اللي هي تبع اللاشز. هي اللاشز دي في الانتيريور لاميلي بتاع الليد ولا في البوستيريور لاميلي؟ اللاشز في الانتيريور. تمام كده؟ انما الميبوميان جلاند اللي هي موجوده في الترسس دي مكانها ايه في الاناتومي؟ في البوستيريور لاميلي. فبيقولوا على دي هورديولم اكسترنم وهورديولم انترنم ودول صورتين للاكيوت انفلاميشن. تمام كده؟ الصورة الكرونيك اللي بتيجي في الميبوميان جلاند هي الكاليسيوم. تمام؟ ادي تقسيمة عناوين الانفلاميشن. احنا هيبقى عندنا عنوان البليفرايتس وعنوان الستاي والهورديولم انترنا والكاليسيوم. دول الأربع إيه؟ مواضيع اللي هنتكلم فيهم. نيجي بقى على أول حاجة عندنا اللي هي البليفرايتس. بصوا بقى يا جماعه، كل انواع البليفرايتس كرونيك ما بتجيش اكيوت. يبقى البليفرايتس دي هي من اسمها كده كرونيك، ده في معظم الحالات يعني كرونيك انفلاميشن اوف ليد مارجن. زي ما فهمنا يعني ايه بليفرايتس. ايه انواع البليفرايتس اللي عندنا اللي هنتكلم تحتها؟ تايبس. عندنا سكويموس بليفرايتس، عندنا ألسراتيف بليفرايتس وبارازيتك، وعندنا انجولار. الانجولار بليفرايتس ده بيبقى مرتبط بحاجه معاه اسمها انجولار كونجنكتيفايتس وبيتقالوا الاثنين في الكونجنكتيفا. فده مش هنتكلم عنه دلوقتي. بنتكلم على الثلاث انواع اللي عندنا، السكويموس والالسراتيف والبارازيتك. اول نوع اللي هو السكويموس. السكويموس كده ببساطه ده فكرته ايه؟ انا عندي ميبوميان جلاند موجوده في الليد وظيفتها انها تطلع الاويلي سكريشن. الاويلي سكريشن ده لما يتفرز بصوره اكسسيف، لما تبقى كميته كبيره قوي، تمام كده، يعمل اريتيشن للسكن ويعمل كرونيك انفلاميشن ويبقى هو ده السكويموس بليفرايتس. يبقى انا هنا يا جماعه ما بتكلمش على انفكشن، انا ما بتكلمش على اورجانيزم موجود، انا بتكلم على الاكسسيف اويلي سكريشن اللي بقى اريتنت للسكن وعمل كرونيك انفلاميشن. الاويلي سكريشن اللي بيطلع من الميبوميان جلاند ده في معظم الحالات ما بيبقاش سبيسيفيك للميبوميان جلاند، لا، احنا عندنا سيبيشيوس جلاند في السكن بتاع جسمنا كله، فغالبا السكويموس بليفرايتس ده بيبقى اسوشيتد معاه زياده في السكريشن اوف سيبيشيوس جلاند اول اوفر ذا بودي. دي المشكله اللي بنسميها سيبوريا. ده مرض كده تبقوا تعرفوه بقى في البطنه في الجلديه. السيبوريا دي معناها اكسسيف سكريشن اوف سيبيشيوس جلاندز اول اوفر ذا بودي. كل السيبيشيوس جلاندز عماله تفرز سكريشن اكتر كتير من العادي. فواحده من السيبيشيوس جلاند دول هي الميبوميان جلاند
والزايس جلاند اللي موجودين في الليد فعمالين يطلعوا اويلي سكريشن زياده. ماشي يا جماعه كده؟ فعلشان كده بيتسمى السكويموس بليفارايتس ده سيبوريك. الاسم التاني اللي تلاقوه مكتوب اسمه سيبوريك بليفارايتس. تمام كده؟ اشهر مانيفستيشن للسيبوريا عند ناس كتير جدا هي قشر الشعر، ما هو ده مانيفستيشن للسيبوريا. زياده في السكريشن اوف سيبيشيس جلاند. السيبيشيس ماتيريال اللي بتطلع بتبدا تنشف وتعمل السكيلز الصغيره اللي هي بتبقى القشر بتاع الشعر ده. فغالبا المرض ده بيبقى اسوشيتد معاه داندرف. داندرف اللي هو قشر الشعر. داندرف اوف ذا سكالب. يبقى يا جماعه انا دلوقتي بنفهم الكرايتيريا العامه بتاع الديزيز. انا ما بتكلمش على اورجانيزم، لا انا بتكلم على مشكله جنرال في جسم المريض كله ولها مانيفستيشن في العين عندي. المريض ده عنده سيبوريا، كل السيبيشيس جلاند عنده بتفرز سكريشن كتير. تمام كده؟ فالمريض ده عنده سيبوريا، ولو سالته بيطلع لك قشر في شعرك هيقول ايوه عنده داندرف اوف ذا سكالب، وبدا يحصل زياده في السكريشن من الميبوميان جلاند اللي عندنا فعملت البليفارايتس. طب المريض ده بقى هيشتكي من ايه وهيجي يقول لنا ايه؟ الكلينيكال بيكتشر اللي هي سيمتومز وسايز. السيمتومز تقريبا واحده في كل اشكال البليفارايتس. اول حاجه الثلاث كلمات اللي بيتقالوا جنب بعض، فوتوفوبيا وايه؟ ولاكريميشن وبليفاروسباز اللي بنقولهم في كل حاجه. هيجي المريض طبعا لان حصل اريتيشن للترمينال نيرف اندنج، نفس الكلام اللي احنا قلناه ده. تمام كده؟ الانفلاميشن مخلي المريض دايما عايز يبرش في عينه، عنده اتشنج. كل انواع البليفاريتس هيتقال فيها السيمتومز دي. الانفلاميشن مع الوقت، ما انا بتكلم على كرونيك انفلاميشن، بيبوظ الهير فوليكل، فبعض الرموش بتبدا تقع من المريض، فبيبقى فيه فريكوينت فولينج اوف لاشز. كل انواع البليفاريتس فيها السيمتومز دول. تمام؟ فوتوفوبيا ولاكريميشن وبليفاروسبازم اسطمبه كده على بعضها، والمريض عمال يدعك في عينه على طول، عنده اتشنج شديد جدا وعنده فريكوينت فولينج اوف اي لاشز، بتقع رموشه كتير. دي ساين اكيد للبليفاريتس، الرموش اللي بتقع دي، الرموش عمرها ما تقع لوحدها. يعني دي حاجه بنسميها بيرمننت هير كده، يعني حتى لما الرمش مثلا بيتشال ما بيطلعش الا بعد مده طويله مكانه يعني ايه، فدي مش سهل ان الرمش يقع. تمام كده؟ فدي ساين اكيده او سيمتوم اكيده اول ما المريض يجي يقول لك ان رموش عينيه دي بتقع وبتتسقط، وما بمسح عيني مثلا بمنديل او بفوطه بلاقيها. تمام كده؟ ده ساين اكيده او سيمتوم اكيده للبليفاريتس. اوكي؟ نيجي بقى نشوف الساين. احنا هنفحص المريض ده هنلاقي ايه؟ عارفين يا جماعه المنظر بتاع قشر الشعر هو هو بالظبط تيبيكال هتشوفه على الليد مارج. قشر الشعر ده بيبقى سكيلز كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، يبقى بتبقى سمول. لونها ايه؟ أبيض. فبتبقى سمول وايت سكيلز موجودة على الليد مارج. نفس الصورة اللي هي موجودة في قشر الشعر، ما هو نفس الباثولوجي، هي موجودة على الليد مارجن. سمول وايت سكيلز موجودة على الليد مارجن. تمام كده؟ لما أجي أنا تحت الميكروسكوب بفورسبس صغير وأشيلها الاقي السكين تحتها سليم، بس في انفلاميشن هايبريميك، لان ده هيفرقها بين النوع الثاني. يبقى لما بعمل لها ريموفال الاقي تحتها هايبريميك ليد مارج، يعني السكين تحتها هايبريميك لونه احمر بس في انفلاميشن، لكن مش هلاقي ألسر، مش هلاقي بليدنج، مش هلاقي حاجه. تمام كده؟ ادي الساين اللي انا هشوفه اللي هي ماشيه مع الكلام بتاعنا، شبه القشر اللي في الشعر بالظبط. تمام؟ نيجي بقى نشوف الكومبليكيشنز. انا بتكلم على حاجه كرونيك، افرض انا سبتها ما عملتلهاش حاجه. بص يا جماعه، حط في دماغك استنباط كده قواعد. اي انفلاميشن في اي مكان في الجسم، لما اقول لك ايه الكومبليكيشن بتاعته حتى لو انت مش مذاكر، حط في دماغك عنوانين. هو الانفلاميشن هيعمل ايه؟ حاجه من اثنين، يا يعمل سبريد، يا يتنقل من المكان بتاعه يروح لمكان جنبه، يا اما يبوظ المكان اللي هو فيه يعمل فايبروزس وديستراكشن، يبقى يعمل لوكال ديستراكشن. لو فكرت كده هتلاقي الانفلاميشن ما قداموش الا انه يعمل الحاجتين دول.
يا يتنقل لاماكن جنبه فيعمل سبريد، يا اما انه يعمل فايبروزس ويبوظ المكان اللي هو فيه فيعمل لوكال ديستراكشن. انا لما اجي اقول لك ادي العين اهي، ادي الجلوب، وادي مثلا اللور ليب، وعندي انفلاميشن في الليب مارجن هنا، ايه الاماكن اللي جنبه؟ مش هتلاقي غير الكورنيا والكونجنتايف. تمام؟ يبقى لو حصل سبريد للانفلاميشن يعمل انفلاميشن في الكونجنتايف يعمل كونجنتيفايتس، ويعمل انفلاميشن في الكورنيا يعمل كيراتايتس. يتنقل الانفلاميشن للكورنيا. تمام كده؟ لو جه بقى يبوظ في الليد ويعمل لوكال ديستراكشن، اشهر صوره لللوكال ديستراكشن في الليد اول ما يجي العنوان ده في دماغك صوره المادر روزز، انه يعمل لوكال ديستراكشن للفوليكل بتاعه اللاشز، تقوم الرموش تقع وما تطلعش تاني فيحصل مادر روزز. تمام كده؟ في اسمين اتنين كده بيحصلوا، حاجه اسمها تايلوزس، البي بتبقى سايلنت هنا، تايلوزس يعني لوكالايزد سيكنج اوف ذا ليد مارجن، تلاقي مع الانفلاميشن الكرونيك ومع الفايبرستيشن اللي عمال يتكون الليد بقى سيك في منطقه المارجن دي، بقى عامل كده، بقت حته سيكند كده كبيره، لوكالايزد سيكنج اوف ذا ليد مارجن، ده اللي هو اسمه تايلوزس. تمام يا جماعه كده؟ في اسم برضو كده اللي هو اسمه ميلفوزس، دي اكسبريشن كده. الميلفوزس ده يعني بيرمننت ريدنس اوف ذا ليد مارجن. في ناس حتى بعد ما بتعالجهم والقشر ده نشيله زي ما هنشوف والكلام ده، تبص تلاقي الليد مارجن دايما بقى هايبريميك ريد ومش راضي يفك الريدنس بتاعه. تمام كده؟ عامله زي الناس مثلا، زي الواحد اللي ليه مثلا بيشرب سجاير كتير وتلاقي دايما عينيه حمراء مهما خد قطرات مهما خد حاجه، هو من دخان السجاير هو دايما عينيه حمراء على طول. فالانفلاميشن لما بيطول مع المريض ده بيعمل ميلفوزس بيرمننت ريدنس اوف ذا ليد مارجن. تمام؟ ادي الكومبليكيشن. نيجي بقى نعالج، نشوف المريض اللي عنده سكويموس بليفرايتس ده، انا عايز اعالجه. هي المشكله لوكال في الليد ولا المشكله سيستميك في جسمه؟ سيستميك. اول حاجه هتعملها انك تبعته لدكتور جلديه يديله جنرال تريتمنت فور سيبوري. تمام كده؟ الميبوميان جلاند عند المريض ده عماله تفرز كميات كبيره من الاويلي سكريشن. لما بتطلع الاويلي سكريشن من ادي التارسس اهو، وادي الميبوميان جلاند جواه، لما بتطلع الاويلي سكريشن على الليد مارجن ايريتنت، فانا بعمل ايه؟ بفضي الميبوميان جلاند. ازاي؟ احنا بنيجي نشد الليد ده شده خفيفه كده، وبنروح جايبين اسباتيولا، اسباتيولا يعني حاجه زي المعلقه كده، بنروح مدخلينها كده ورا الليد، حاجه ما بتوجعش المريض ولا حاجه، بنبقى ساندين بيها، يعني حاجه ايه حديد كده ساندين بيها الليد من ورا، وتبدا انت من قدام تضغط على الاي ليد كانك بتعصر الميبوميان جلاند كده. شايفين المنظر ده؟ اول ما تضغط وتعصر الميبوميان جلاند هتلاقي السكريشن كلها عماله تطلع من هنا. ده اسمه ليد مساج اون سباتولا. السباتولا دي الحاجه اللي زي المعلقه اللي بقول لكم عليها، ليد مساج اون سباتولا هدفها ايه؟ ان انا تو ايفاكيويت الميبوميان جلاند. هي مليانه الميبوميان جلاند ومنفوخه بالاويل سكريشن، انا عايز افضيها بدل ما تطلع لي هي على الليد مارجن وتعمل اريتيشن. لا، انت في العياده عندك بتحط الاسباتيولا كده ورا الليد وتفضل تعصر في الليد وتضغط عليه، تلاقي الاويل سكريشن كلها بتطلع وتشيلها انت بقى بتمسحها بقطنك. تمام كده؟ طيب السكيلز اللي موجوده على الليد مارجن، ما انت طول ما انت سايبها عامله انفلاميشن تحتها لازم تتشال، بس السكيلز اللي زي قشر الشعر دي ناشفه، عشان تتشال لازم تدوب ولازم تبقى ويتد. يبقى بتتشال بويت كوتون، بس ويتد بايه؟ يا ب 3% صوديوم بايكربونيت، يا اما 50% سوليوشن، وده الاشهر يعني اوف بيبي شامبو. عارفين اللي بيستعمل شامبو جونسون بتاع الاطفال، بنقول للمريض يخفوا 50% يحط شويه من الشامبو على شويه ميه قدهم. تمام كده؟ ويبل قطنه ويفضل يمسح الليد مارجن كده عنده. هو الشامبو ده مش هيحرق عينيه في حاجه، تمام؟ وهيدوب السكيلز اللي هي شبه قشر الشعر دي وهيخليها تدوب والليد مارجن يبقى نظيف. تمام كده؟ ودايما في الحالات دي عشان انا بس كحاجه بروفيلاكتيك ببقى خايف، بدي للمريض انتي بايوتيك اورينتمنت. هو ما عندوش انفكشن؟ لا، ده هو بس تو جارد اجينست
سكندري انفكشن. ماشي يا جماعه؟ يبقى المريض ده علاجه في الاساس مع بتاع الجلديه. بالنسبه لي ببساطه كده تخيل معايا هعمل ايه؟ هفضي الميبوميان جلاند، اعمل مساج للليد، واقول للمريض يغسل السكريشن اول باول بالقطنه المبلوله بالصوديوم بايكربونات والقصه اللي انا بقولها دي، تمام؟ واديله اوينتمنت يحطه كده على الليد مارجن علشان بس ما يحصلش سكندري انفكشن. وعلاجه كله بيبقى مع بتاع الجلديه اصلا بعد كده. تمام؟ نيجي بقى للحاجه اللي هي اساسيه بقى عندنا اللي هي الالسراتيف بريفرايتس. الالسراتيف بريفرايتس ده يا جماعه احنا قلنا الاسم ده في حاجه قبل كده؟ ايوه اللي هي الفايبروزس. بالظبط. الالسراتيف بريفرايتس ده حاجه مهمه بالنسبه لنا شويه لان هو من الحاجات اللي بتعمل فايبروزس، والفايبروزس ده حاجه خطيره وبتعمل كومبليكيشن كتير. تمام؟ يبقى احنا هنقول الالسراتيف بليفرايتس. بصوا يا جماعه كده الالسراتيف بليفرايتس ده اول ديزيز يمر علينا سببه انفكشن بأورجانيزم. تمام؟ فهنحط مع بعض سكيم نمشي بيه لكل الامراض اللي هي سببها انفكشن من اول المنهج بقى لاخر. تمام؟ اي ديزيز سببه انفكشن لما اجي اقول الايتيولوجي بتاعه نقسم الايتيولوجي عنوانين اثنين. بريدسبوزنج فاكتورز والحاجه الثانيه كوزيتيف اورجانيزم. الكلام ده يا جماعه مش هينطبق، يعني الموضوع ده هنحفظه كده ونذاكره كويس قوي وهيتقال في 20 حاجه بعد كده. تمام؟ هنذاكره مره واحده وتطبقه على كل حاجه. اي مرض سببه انفكشن، الانفكشن سببه اورجانيزم، بس الاورجانيزم ده ما هو موجود عندنا كلنا. ليه ما بيجيلناش احنا الانفكشن؟ لان في ريسك فاكتور عند الشخص ده. اول حاجه خالص هم اربع كلمات بيتقالوا اسطمبه واحده. بور هايجينيك كونديشنز. تاني حاجه بور اميونيتي. زي الاكزامبل الديابيتس. ده اللي يخلي الشخص ده معرض للانفكشن اكتر من غيره. ثالث فاكتور نير باي سورس اوف انفكشن. انت لما يبقى عندك سورس اوف انفكشن يبقى لايبل انه يعدي اي منطقه جنبه. صح كده؟ لما انت يبقى عندك سورس اوف انفكشن في الكونجنتايفا يبقى لايبل ان هو يعدي الليد ولايبل انه يعدي الكورنيا. ده المقصود بنير باي سورس اوف انفكشن. رابع كلمه انكوركتد ايرور اوف ريفراكشن. لما نقول الايرور اوف ريفراكشن هنعرف بتحصل ليه او ايه علاقتها بالانفكشن. يبقى يا جماعه اول عنوان بريدسبوزنج فاكتور. الكلام ده هنقولها 20 30 ديزيز سببهم انفكشن في المن يحصلوا ليه؟ اول حاجه بريدسبوزنج فاكتور، بور هايجينيك كونديشن، بور اميونيتي زي الديابيتس، نير باي سورس اوف انفكشن، انكوركتد ايرور اوف ريفراكشن. تمام؟ العنوان الثاني الاورجانيزم بقى اللي عمل الانفكشن. ده هيختلف بقى من ديزيز للتاني. الاورجانيزم اللي عندنا النهارده في الالسراتيف بليفرايتس هو الستاف اوريوس. تمام يا جماعه كده؟ هو اللي جه عمل انفكشن في الليد مارجن وجه استخبى في الهير فوليكل وهيكون بقى الباص وهيكون الايه؟ الحاجات بتاعه الستاف. نيجي نشوف الكلينيكال بيكتشر. احنا عندنا سيمتوم وعندنا سايتون. السيمتوم هي بتاعت السكويموس فوتوفوبيا ولاكريميشن وبليفروس باز، وعندنا اتشنج وفريكوينت فولينج اوف لاشز. تمام كده؟ طب نيجي بقى نشوف الساينز. انا دلوقتي عندي ستاف، الستاف ده زي ما احنا عارفين ده بايوجينيك اورجانيزم بيكون بص. تمام؟ هيتكون كميه كبيره من البص على الليد مارجن، وبعد شويه البص بينشف زي انت ما يبقى عندك تعويره معينه، وبعدين التعويره دي تنشف وتعمل قشره. تمام كده؟ القشره الكراست دي يعني انا هشوفها على الليد مارجن. ادي المريض مثلا فاتح عينيه كده وادي الليد مارجن هو الشريط ده، هتلاقي فيه القشر الكراست. الكراست ده بيدخل في ديفرنشال دايجنوزس مع القشر بتاع السكويموس بليفرايتس اللي فات.
بس كنا بنقول في السكويموس بليفرايتس السكيلز مواصفاتها ايه؟ سمور صغيره ولونها ابيض، ولما اشيلها الاقي تحتها الايه؟ الليد مارجن سليم بس هايبرينك. تمام؟ لا، هنا السكيلز كبيره لارج سكيلز، ومش هيبقى لونها ابيض، ده بس يبقى لونها ايه؟ يلو اصفر، يبقى هي يلوش لارج. ما اقولش عليها سكيلز بقى، ممكن اقول سكيلز بس الاصح ان انا اقول كراست. يلو لارج كراست، قشر كبير كده موجود على الليد مارجن، وهنلاقيه زي ما هنشوفه في الصور ملزق الاي لاشز في بعض. ده بص طلع لزق الاي لاشز في بعضها كده، هتلاقي مكتوب يلو لارج كراست جلو ذا لاشز توجذر. تلاقي اللاشز عامله كده في الصور، كل شويه بصوا يا جماعه متجمعين مع بعض ومتلزقين في بعض كده. تمام؟ البص اللي عمال يطلع بكميه كبيره راح ملزقهم في بعض، وبعد كده نشف وعمل الكراست القشره. الكراست دي لونها يلو لانها بص ولارج، تمام كده، وملزقه اللاشز في بعضها. طب لما اشيلها بقى، المرض اسمه ايه يا جماعه؟ ألسراتيف. يبقى لما اشيلها الاقي ايه؟ الاقي ألسر والاقيها بليد، يعني لما اشيلها الاقي ألسر تحتها وبتجيب نقطتين دم نتيجه ان انا شلتها. يبقى انا هلاقي ألسر وعلى هيئة بليدنج ألسر. هو من اسم الديزيز ألسراتيف بليفرايتس. ماشي يا جماعة معايا كده؟ يبقى ده الكلينيكال ايه؟ بيكتشر اللي أنا شفتها على المريض، سيمتوم وصايد. نيجي على الكومبليكيشن. أنا بتكلم هنا على انفلاميشن، يبقى أنا عندي عنوانين في دماغي، هما سبريد ولوكال ديستراكشن. انا عندي اورجانيزم اللي هو ستاف اوريوس اهو موجود في الليد مارج، لما يجي يعمل سبريد يروح للكونجنتايفا يعمل كونجنتيفايتس، يروح للكورنيا يعمل كيراتايتس. ادي صور للسبريد. تمام؟ اللوكال ديستراكشن اشهر صوره له المادروز. ادي صوره من صور اللوكال ديستراكشن. المرض ده بيحصل منه هيلنج باي فايبروزس، وحطيناه مع بعض في اسباب الفايبروزس، صح كده؟ يبقى المرض ده بيعمل رابن فيلاشز ويعمل تريكيزس، وما يتبدل الكونجنتايفا يعمل سيكاتريشن انتروبيوم. ادي امراض الفايبروزس. تمام كده؟ من صور اللوكال ديستراكشن اللي بتحصل هنا برضه في الليد، ادي منظر الجلوب اهو يا جماعه، وادي مثلا اللور ليد. كنا بنقول الشارب بوستيريور بوردر اوف ليد مارجن ده ليه لازم يبقى شارب؟ التيرز تمشي عليه، لو جه على حته عمل فايبروزس وعمل ديستراكشن للشارب بوستيريور بوردر يحصل ايه؟ يحصل ابيفرا، والابيفرا تعمل اكزيما، والاكزيما تعمل اكتروبيون. يبقى لو عمل ديستراكشن للشارب بوستيريور بوردر اوف ليد مارجن يدخلنا في الفيشيال سيركل، ابيفرا اكزيما اكتروبيون. بفرة اكزيما اكتروبيوم. ماشي يا جماعه كده؟ كويس قوي. ادي الايه؟ كل حاجه في الديزيز، باقي التريتمنت. نحط بقى سكيما كده للتريتمنت بتاع كل الامراض اللي هي هيبقى سببها انفكشن باورجانيزم. هنقول فيها الكلام اللي احنا هنقوله ده. بص يا جماعه كده، هي مره واحده هنذاكرها هتبقى بقى لكل حاجه. تريتمنت عندنا خمس عناوين. اول حاجه خالص هتقول تريتمنت اوف ذا فول. رقم اثنين كمادات دافيه هوت فومنتيشن. ثالث حاجه ريموفال اوف ديسشارج. رابع حاجة تريتمنت اوف كومبليكيشنز. خامس حاجة سيمتوماتيك تريتمنت. خمس عناوين بيتقالوا في كل الأمراض
اللي سببها انفكشن. منهم حاجات ثابته بتتقال زي الاسطمبه كده في كل حاجه، ومنهم حاجات بسيطه بتتغير من مريض للتاني. نيجي نشوف بقى الكلام. التريتمنت اوف ذا كوز، الكوز عندي كان كام عنوان؟ كان عنوانين، البريدسبوزنج فاكتور والايه؟ والكوزيتيف اورجانيزم. يبقى التريتمنت اوف ذا كوز اقسمه عنوانين. العنوان الاولاني هقول ان انا هعمل كوركشن اوف بريدسبوزنج فاكتورز. البريدسبوزنج فاكتور كانت كام واحده؟ كانت اربعه. هقول الاربعه اللي بعمل لهم كوركشن. هقول ان انا هعمل امبروفمنت للهايجينيك كونديشن. مش كان عندي بور هايجينيك كونديشن؟ هقول تحت العنوان ده امبروف الهايجينيك كونديشن. تاني حاجه امبروف الاميونيتي، زي ان انا اعمل كنترول للديابيتس. ثلاثه تريتمنت اوف نير باي سورس اوف انفكشن. اربعه كوركشن اوف ايرور اوف ريفراكشن. يبقى الايتيولوجي كان عنوانين، هتقول في التريتمنت اوف ذا كوز عنوانين. عندك أربعة بريدسبوزنج فاكتور هتقولهم هم في أي حاجة، وتقول أعمل لهم كوركشن. امبروف الهايجينيك كونديشن، امبروف الإميونيتي أعمل كنترول للديابيتس، تريتمنت للنير باي سورس أوف انفكشن، وكوركشن للإيرور أوف ريفراكشن. ماشي كده؟ نيجي على الكوزيتيف أورجانيزم. الكوزيتيف أورجانيزم لما يبقى بكتيريا يبقى هدي أنتي بيوتيك. لو كنا بنتكلم على فيروس يبقى في الخانة دي هقول انتي فايرال، بنتكلم على فانجاي هقول انتي فانجل. تمام كده؟ الحاجات دي كلها لو جينا مثلا نطبقها هنا على الانتي بيوتيك هقول عليها الكلام. الانتي بيوتيكس دي هقول عليها ايه؟ انها بتتاخد بصورتين، صورة سيستميك وصورة لوكال. سيستميك اقراص كبسولات حقن. تمام كده؟ الصورة اللوكال اللي في العين عندي لها صورتين اثنين، صورة الأطرس الآي دروبس وصورة الآي أويدمنت. ماشي يا جماعة؟ أنت هتقول الكلام ده في أي حاجة، هقول إن أنا هدي أنتي بيوتيك سيستميك ولوكال، واللوكال في صورة آي دروبس وفي صورة آي أويدمنت. تمام؟ قلنا قبل كده قاعدة، أي قطرة تمر عليك في المنهج بديها كم مرة؟ من 4 لـ5 مرات في اليوم، من 4 لـ5 تايمز بير داي، ما عدا قطرات الايه؟ الجلوكوما بتتاخد مرتين، ما عدا البروستاجلاندين بتتاخد مرة واحدة بالليل. ادي قطرات المنهج كله. اي قطرة من 4 لـ5 مرات في اليوم ده العادي، ما عدا قطرات الجلوكوما مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، ما عدا البروستاجلاندين مرة واحدة بالليل. ماشي كده؟ جميل. اي اوينتمنت بيتاخد مره واحده بس قبل النوم. الاوينتمنت بيتاخد مره واحده وانس بيفور سليب، ما عدا اوينتمنت واحد بس اللي هو الاسايكلوفير. اكتبوه كده، ده بتاع ده بيتاخد 5 مرات. كل الاوينتمنت اللي تمر عليك في المنهج تقول وانت مطمن انها بتتاخد وانس ديلي بيفور سليب، ما عدا الاسايكلوفير هو الاوينتمنت الوحيد اللي هيمر علينا اللي بيتاخد 5 مرات في اليوم. تمام يا جماعه كده؟ جميل. تكتب على الاي دروبس دي بقى اكزامبل للاي دروبس الانتي بايوتيك. في شويه اسامي بص كده اعرف منها بقى اللي ايه اللي تعرفه يعني. يعني انا هكتب لك مثلا 5 6 حاجات تقول انت منهم اسمين ثلاثه اللي يعلقوا في دماغك يعني. في السلفاسيتامايد اي دروبس، الكلورامفينيكول اي دروبس، توبرامايسين، السيبروفلوكساسين، الفيوسيديك اسيد. ادي عندك شويه حاجات اهو، قول منهم 2 3 اكزامبل للاي دروبس. ماشي يا جماعه كده؟ الاي اوينتمنت الاكزامبل بتاعه هيبقى منهم برضه. يعني في برضه التوبرامايسين والسلفا والكلورامفينيكول والسيبرو والفيوسيديك اسيد، في منه اوينتمنت هم. ماشي كده، الامثله اللي قلناها كلها في منها قطره وفي منها مرهم.
ماشي كده؟ يبقى ادي خمس اسامي، اعرف منهم اثنين ثلاثه واكتب. ماشي يا جماعه كده؟ طيب السؤال، ليه الاوينتمنت لازم بيفور سليب؟ ليه؟ طول ما المريض صاحي، طول ما المريض صاحي يا جماعه على مدار اليوم بياخد القطره اربع خمس مرات، يعني كل مثلا ساعتين ثلاثه بنحط له نقطه قطره في عينه، فيفضل الدواء اللي انا بحطه شغال في العين على مدار اليوم، كل ساعتين ثلاثه بتحط. طب المريض دلوقتي هيدخل ينام، هيقعد 8 ساعات مثلا نايم، الثمان ساعات دول ما ينفعش ما تديلوش دواء فيهم خالص، والا الاورجانيزم يبدا يعمل بروليفريشن تاني، ومش معقول هتصحيه كل ساعتين تحط له القطره، فبنحط له الاوينتمنت. الاوينتمنت ده هو نفس الماده الفعاله اللي موجوده في القطره، بس محطوطه على الاويلي بيس دي، محطوطه في صوره المرهم. هو بقى بيحط المرهم ده جوه عينه وبينام، عارفين فكره السستند ريليز تابلت كده مثلا؟ المرهم ده بقى بيقعد يعمل ريليز للمادة الفعالة اللي فيه على مدار الثمان ساعات اللي هو نايم فيه. فلازم الاوينتمنت ده يبقى دايما بيفور سليب، علشان كده، علشان هو بيشتغل اوفر نايت، بيعمل سستين ريليز للدراج اوفر نايت. تمام كده؟ طيب وظيفة الاوينتمنت التانية انه لازم يتاخد قبل النوم، ان هو بريفنت ستيكينج of lids during sleep. ازاي؟ مش انا عندي انفكشن وعندنا ديستشارج وعمالين نقول ان عندنا بص، ولما بينشف البص بيعمل كراست. المريض ده لو هو نايم من غير الاوينتمنت ولا حاجه، بتبص تلاقي الابر ليد مارجن واللور ليد مارجن جايين على بعض كده. الصبح يجي يفتح عينيه يلاقي الابر ليد مارجن واللور ليد مارجن لازقين بالكراست، يبدا يفتح عليه بالعافيه تلاقي الكراست تتشال، تسيب تحتها ايه؟ بليدنج ألسر. فعلشان القصه دي كلها ما تحصلش، عشان الابر ليد واللور ليد ما يلزقوش في بعض، فبنحط كميه كبيره من الاوينتمنت كده تمنع ان يحصل لهم ستيكنج ديورنج سليب. تمام يا جماعه كده؟ ادي الابر ليد وادي اللور ليد، اوينتمنت كتير محطوط هنا يمنع ان هما يلزقوا. الحاجة اللي بعد كده، وظيفة الاوينتمنت ان هو بيفور سليب، البص اللي بيطلع الديستشارج ده انت عايز تشيله ولا عايزه يفضل موجود؟ لازم اشيله، ده الايتم رقم ثلاثة اصلا هو ريموفال اوف ديستشارج، لازم الديستشارج ده يتشال. الديستشارج ده يا جماعة فيه التوكسن وفيه الاورجانيزم موجود في قلب البص ده، فده لازم يتشال اول باول، ده اللي عامل الانفلاميشن. تمام كده؟ لو حصل ستيكنج بالكراست يبقى الديستشارج اتحبس، صح كده؟ انما انت لما تبقى حاطط اوينتمنت تمنع الستيكنج، يبقى انت دايما موفر اكزيت يطلع منه الديستشارج. يبقى في البريفنت ستيكنج اوف ليدز ديورنج سليب دي من الاهداف اللي بتحققها انها بروفايد اكزيت فور ديستشارج. الكلام ده زي ما بقول لكم مش خاص بالالسرات البليفرايتس لوحدها، ده خاص باي حاجه. ماشي كده؟ يبقى اي قطره هتتكلم عنها هتقول اربع خمس مرات في اليوم، والاكزامبل بتاعتها اي اوينتمنت هتقول له بيتاخد مره واحده قبل النوم، ليه؟ علشان الاسباب اللي احنا بنقولها دي. ده في اي مرض سببه انفكشن. تمام كده؟ طيب نيجي على العنوان الثاني اللي بيتقال في اي حاجه، الكمادات الدافية hot fomentation، وتشرح تحتها الكلام اللي هقوله ده في أي موضوع. وظيفة الكمادات الدافية إيه؟ أول حاجة counter irritant effect. يعني إيه؟ يعني بتقلل البين. في يا جماعة ظاهرة عندنا كده إن إحنا لما يبقى عندنا بين، تمام كده، وتبدا انت تعمل ستيمولس تاني حتى لو الستيمولس التاني ده اقل من البين، يبدا النيرفس سيستم زي بالبلدي كده يتشغل بالستيمولس التاني فما تحسش بالبين. زي لما ناموسه تقرصك فانت تغرشها، حركه الهرش دي بتخليك ما تحسش بالوجع. هو ده الكاونتر ايريتانت افكت. عارفين بتوع العلاج الطبيعي لما بيعملوا كاسات الهواء دي، اللي عنده ديسك مثلا في ظهره بيجيب حاجه سخنه ويحطها على ظهره، هو المريض فعلا بينسى الوجع بس هو مش اتعالج ولا حاجه،
ده هو السخونه اللي حطها دي عملت كاونتر ايريتانت افكت خلته ما يحسش بالوجع. يبقى ده اول حاجه بتعملها الكمادات السخنه. طيب الحاجه الثانيه، الحاجه السخنه اللي تحطها على اي تيشو تعمل فازو دايلاتيشن، صح كده؟ الفازو دايلاتيشن ده مفيد قوي بالنسبه لي. البلاد فيسل اللي وسعت دي والبلاد الكتير اللي جاي، جايب معاه الانتي بودي، جايب معاها الليوكوسايت اللي هي هتحارب الاورجانيزم. والفينوس دريلج وهو راجع بيعمل ووش للانفلاماتوري اكسوديت اللي هو انا عايز اكنسه من المنطقه دي. يبقى الفازو دايلاتيشن جايب لي بروفايد الانتي بودي والليوكوسايتس وبيعمل ووش للانفلاماتوري اكسوديت، ودي فايده انا عايز احققها. يبقى في اي مكان نقول الهوت فومنتيشن ونشرح تحتها الكلمتين دول، وظيفتها دي ودي. ماشي يا جماعه كده؟ تمام. في اي مرض سببه انفكشن بيطلع نتيجه الانفكشن ده زي ما احنا عارفين في الباثولوجي حاجه اسمها انفلاماتوري اكسودين اللي هو البص اللي طالع ده. البص ده فيه الاورجانيزم وفيه التوكسين فانا عايز اشيله. فعندي العنوان الثالث ده الاساسي في اي حاجه، ريموفال اوف ديستشارج، لازم الديستشارج يتشال. تمام كده؟ هنا في الديزيز اللي عندي اللي انا بتكلم فيه دلوقتي اللي هو الالسرات البليفرايتس، الديستشارج ده طالع على السطح على الليد مارجن. فالديستشارج ده سهل ان هو بيتغسل. بيتغسل بايه؟ زي السكويمس اللي هو 3% صوديوم بايكربونيت او ال 50% سوليوشن اوف بيبي شامبو. افرض في ديزيز تاني كان الديستشارج متجمع وحواليه كبسول وواخد شكل الابسس بتاع الباثولوجي. يبقى تحت عنوان الريموفال اوف ديستشارج هقول ان انا هعمل ايفاكيويشن للابسس. فاهمين يا جماعه؟ يعني العنوان ده عنوان ثابت في اي ديزيز، ريموفال اوف ديستشارج. بس على حسب شكل الديستشارج اقول الشرح اللي تحت. انا عندي هنا الديستشارج مش متجمع في ابسس، الديستشارج على الليد مارجن بره. يبقى انا هغسله، هقول ان انا هعمل له ووش بالصوديوم بايكربونات وبال 50% سوليوشن. لو في ديزيز تاني هيجي بعد شويه زي الستاي مثلا، هتلاقي البص متجمع وتكون حواليه فايبرس كبسول في الباثولوجي وعمل صوره الابسس. الابسس ده لو انت غسلت من بره مش هيتشال، يبقى ساعتها ده لازم بالمشرط ونفتح ونفضي البص اللي جوه الابسس. ماشي كده؟ يبقى ده العنوان الثالث اللي هو ريموفال اوف ديستشارج. العنوان الرابع تريتمنت اوف كومبليكيشن، وده انت ما بتشرحوش لان كل حاجه من الكومبليكيشن ده موضوع لوحده. يعني مش معقول ابقى بتكلم في الالسرات البليفرايتس واقول انها بتعمل مثلا ابيفورا وهقعد اشرح علاج الابيفورا، واقول انها بتعمل رابنج لاشز والتركيزس في الكومبليكيشن واقول علاجهم. لا لا، انت بتقول تريتمنت اوف كومبليكيشن زي مثلا اكزامبل ان انا هعمل تريتمنت للابيفورا لو حصلت، هعمل تريتمنت للمادروزس لو حصلت، هعمل تريتمنت مثلا للرابنج لاشز. قول كلمتين كده اكزامبل بس تبين للي بيصحح الورقه دي ان انت ايه فاهم يعني ايه تريتمنت اوف كومبليكيشن. يبقى الخطوه اربعه دي هي اللي ايه اللي ما بتتشرحش، اللي بقولها اسمين بس. العنوان الخامس سيمتوماتيك تريتمنت، وده ثابت في كل حاجه. بصوا كده اكتب الكلمتين دول انالجيسيك فور بين ودارك جلاسز فور فوتوفوبيا، قولهم في اي حاجه وهيطلعوا صح. في اي انفلاميشن، وده السيمتوماتيك تريتمنت. المريض تعبان من ايه؟ المريض عنده وجع، فانت عايز تعمل له سيمتوماتيك تريتمنت يعني حاجه بتريحه بس. تمام كده؟ فبتدي له انالجيسيك عشان الوجع. او يقول لك انا مش قادر افتح في النور، ما هو عنده فوتوفوبيا، تقول له يلبس نظاره شمس. تمام كده؟ يبقى دول الخمس عناوين الاساسيين اللي هم اتقالوا في الالسرات البليفرايتس، واللي لما نيجي في اي ديزيز بقى احنا مش هنقولهم، خلاص دول اسطمبه هتمشي مع كل حاجه بعد كده. قلنا احنا يا جماعه كده دول
اخر حاجه عندنا اللي هي البارازيتك في الفرنج. الصوره العامه الكرايتيريا اللي بنرسمها في دماغنا كده للديزيز عشان نفتكره سهل وما ننساهوش. اللي بيعمل الانفكشن هنا بارازايت من اسمه، والبارازايت اللي عندنا هنا هو البيوبيك لوز اللي هي بنسميها سيرس بيوز. يعني اللوز اللي بيجي في البيوبيك هير مش اللي بيجي في الاسكال. فيري رير فيري رير ان اللوز اللي يجي في الاسكال هو اللي يتنقل للرموش ويبقى عليها ويعمل البارازيتك بلفرايتس. ده فيري رير. دايما اللوز اللي في البيوبيك هير هو اللي بيجي. ده ليه يا جماعه؟ لان طبيعه الهير مختلفه. الهير بتاع الاسكال هير رفيع وخفيف، تمام كده. نوع اللوز اللي بيعيش فيه مش هو اللي يجي في الرموش. اللي يجي في الرموش بتاع البيوبيك هير، تمام كده. طبعا علشان انت متخيل، علشان يبقى فيه اللايس ده موجود على الرموش، انت بتتكلم على فيري بور هايجينيك كونديشن. يعني ده مش حاجة ايه منتشرة كده او مثلا هتشوفها كتير، لا دي عايزة فيري بور هايجينيك كونديشن. انا ما شفتش مثلا حالة البارازيتك بلفرايتس دي الا لما كانوا جايبين في الجامعة مسجون بيكشفوا عليه في العيادة. يعني انا ما شفتهاش في الناس العاديين خالص، لا. هو ساعات كده لما مثلا حد بيعيا مثلا في السجن او كده، تلاقي جاي ظابط بقى والبوكس وبتاعه جايبين المسجون علشان مثلا ايه هيدخل المستشفى كده. يعني انا فاكر اول ما شفته انا شايف حاجات بتلعب بتتحرك على الليد مارجن كده. يعني انا الاول مش مستوعب كده، ده انا عمري ما شفتها، هي حاجه بنقراها في الكتب كده وايه وخلاص. لما اتدقق تلاقيها هو الايه، هو اللوز، ماشي كده. يبقى ده عايز فيري بور هايجينيك كونديشن، تمام. وبيجي مع البيوبيك هير اللي احنا بنسمي الاورجانيزم سيرس بيوبس. طب نيجي نشوف الكلينيكال بيكتشر. عندنا برضه سيمتومز وعندنا ساين. السيمتوم واحدة في كل البليفرايتس زي ما اتفقنا. طب نيجي بقى نشوف الساين. ادي المريض فاتح عينيه كده وادي الرموش. هتلاقي ايه؟ هتلاقي واقف على الليد مارجن بين الرموش البارازايت الكبير نفسه. هتلاقي الادلت لوز. هتلاقي الاورجانيزم الكبير واقف. والاورجانيزم ده عمال بقى ايه ينتج اورجانيزمز جديده. فتلاقي الايه اللارفا اللي طالعه عماله تلعب كده وماشيه على الليد مارج. بقول لك انا شفتها مره واحده في الحقيقه يعني وفاكرها، تمام. تلاقي اللارفا عماله ماشيه ايه بتتفسح على الليد مارجن كده. وتلاقي الاكياس بقى بتاعه الاكس هو حاططها على الرموش كده. يعني تلاقي دي الاكياس بتاعه الاكس تلاقيها ملزقها على الرموش وبتبقى سودة كده، فبنسميها بلاك نتس، العشش السودة، تمام كده. البلاك نتس دي بيبقى هي الاكس بتاعه اللوز، تمام كده. والبلاك نتس دي بتبقى لازقه في الرموش بالكالاين سيمنت سبستنس. يبقى ده الكلام اللي عندنا ببساطه خالص. انت هتيجي تفحص كساين هتلاقي ايه؟ هتلاقي الادلت لوز بين الايه؟ اللاشز، وهتلاقي اللارفا، وهتشوف البلاك نتس اللي هي فيها الاكز بتاعه اللوز مالها ادهرنت للاي لاشز ويز الكالاين سيمنت سبستنس، تمام؟ هي لازقه بالايه؟ بالالكالاين ماتيريال دي. طب انت شفت المنظر ده، هنيجي بقى نعالج. أول حاجة خالص، أنت عندك أورجانيزم ولارفا ونتس، أكيد أول حاجة إن الكلام ده عايز أشيله. زي بنفس الكونسيبت اللي إحنا بنتكلم فيه، لما بيبقى عندي بص ببقى عايز أغسله. أنا عايز أشيل الكلام ده. مش هي الأكياس دي لازقة بألكالاين سيمنت سبستانس؟ يبقى إحنا لو حطينا أسيد هيدوبها. يبقى احنا بنغسل بدايليوت اسيتك اسيد تركيز 2%. ايه الاسيتك اسيد ده؟ الاسيتك اسيد ده الخل العادي اللي في الازايز العاديه، ده تركيز 6%.
لو هما مش غشينه يعني بيبقى تركيز 6%، فاحنا بنخففه 1 لـ3 يطلع لنا تركيز 2%، والمريض بقى بيبل قطنة بيهم وايه ويغسل كده الرموش بتاعته. المفروض ان السيمن سبستنس دي بتدوب والبلاكليتس دي بتقع. يبقى انا بغسل بديليوت اسيتيك اسيد توب الصول السيمن سبستنس. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه نعمل ايه في اللارفا ونعمل ايه في الادلت لاوس دي. لو انت في مكان ويل اكويبد تمام كده بننشن عليهم بالليزر. دي حقيقه. لو مثلا جاي لنا في الجامعه بنعمل كده. لو مش متاح انت المفروض بقى معلش تعصر على نفسك ليمونه كده وتشيلهم بالفورسبس واحده واحده. يعني لو انت مش متاح ليك وشفتهم ما انت شايف حاجات بتلعب على الليد مارجن هتقول للمريض قوم امشي. انت بتيجي بالفورسبس بقى على الميكروسكوب كده وبتشيلهم واحده واحده. لو انت في مكان زي الجامعه كده تمام. سهل جدا. عارفين يا جماعه الارجون ليزر اللي كنا بنحرق بيه الرابنج لاش ده سهل خالص. ده هي في دقيقتين اتنين على الجهاز. لو انت في مكان الجهاز ده موجود المريض قاعد وبتروح منشن تك 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 كام ضربه كده بتروح مموت بيهم الايه اللاوس واللارفا دي. سهله خالص. يا بعمل لهم كيلي ويز ليزر ده بالنسبه للقدر لاوس اند لارفا. بعمل لهم كيلينج بالليزر او ان انا بعمل لهم ريموفال ويز فورسز او ان انا احط لهم دواء بقى اللي هو اليلو اوكسايد اوف ميركري اوينتمنت. ده مرهم كده اسمه يلو اوكسايد اوف ميركري او الاوينتمنت الثاني البديل بتاعه اللي هو البنزين هيكسا كلورايد. معلش هي اساميها كده ايه انا ما اعرفش اصلا الحاجات دي موجوده في الصيدليات او لا. بقول لكم انا عمري ما شفنا الحاجات دي يعني انا فعلا عمري ما كتبتها الادويه دي فانا ما اعرفش الحاجات دي موجوده فعلا وغالبا مندثره يعني مش هتلاقيها. يعني انت بص يا جماعه انت الفكره ايه ببساطه عشان ما تنساش التريتمنت يبقى في دماغك صوره كده على الموضوع. انا في العادي انا الديسشارج بشيله. هنا الحاجات الغريبه اللي بقت موجوده على اللاشز دي بشيلها تمام. البلاك نيتس دي بعمل لها ديسولفنج بالايه بالاسيتيك اسيد. الادلت لايس واللارفا يا هتنقيهم بالفورسبس يا هتحرقهم بالليزر يا تحط عليهم الدواء اللي يموتهم اللي هو الالكالاين اللي هو اليلو اوكسايد اوف ميركري اوينتمنت او البنزين هيكسا كلورايد. تمام يا جماعه كده. ما تنساش بس حاجه المريض ده عايش في فيري بور هايجينيك كونديشن ولما جاله اللايس في عينيه مش معقول يعني بقيت جسمه سليم وهو اللايس نشن على عينيه. ده اكيد ايه اكيد يعني في مرعى موجود عنده. يبقى لازم تريد الاذر افكتد بودي ارياز. ده لازم. وانت لو عالجت عينيه لوحدها تمام كده شويه وهتتنقل العدوى تاني من البور هايجينيك كونديشنز اللي هو فيه. فلازم بنعالج الاذر افكتد بودي ارياز تمام كده. في الحالات دي برضو يا جماعه ناس او بعض الكتب يعني كتير بتقول ان احنا المفروض نعمل كاتنج للاي لاشز. فعلا يعني انت بتيجي معلش انت بتروح قاصص الاي لاشز دي بالمقص كلها كده بتقع هي بقى باللايس واللارفا اللي لازقه فيها بالبلاك نيتس. لو انت ما عرفتش تعمل الكلام ده بتروح قاصصها وتقع باللي عليها كله وتعالج بقى الاثر افكتد بودي ارياز ويبقى كده خلاص ماشي يا جماعه كده. يبقى ده النوع الاخير اللي اسمه البارازيتيك بليفاراجس.